يا صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد وان شاء الله يكون يوم جميل علينا كلنا باذن الرحمن. هي طبعا ومن قديم الازل هي عاده اصيله في النادي الاهلي انه بعد كل انتصار وبعد فوز كبير وعريض وفي يعني في بطوله مهمه كالعاده يقول لك ايه اقلب الصفحه. احنا بعد اذن حضراتكم مش هنقلب الصفحه قوي طبعا، دايما قلب الصفحه بيكون استعدادا للبطوله اللي بعدها، لكن احنا النهارده برضو مستمرين في نفس الصفحه، صفحه الافراح. بنهني كل حضراتكم مره ثانيه بهذا الانتصار الكبير بعد مباراه عصيبه الجماهير لعبت فيها دور كالعاده لا يقل اهميه عن الدور اللي لعبه كل لاعب في الفريق. صباح الفل عليكم وصباح الفل عليك يا نهار. هنفضل نقول صباح النصر يا كريم زي ما احنا متعودين، زي ما انت بتتكلم، لان من حقنا بقى شويه نفرح اكتر من 24 ساعه اللي بيبقوا متاحين لينا. بصراحه لا، احنا لازم نفرح واطول من 24 ساعه، لان اللي بيحققه النادي الاهلي يا كريم ما هوش حاجه بسيطه طبعا. انت بتحصل على بطولات، ومش بطولات سهله، بالعكس بيبقى بطولات فيها تحديات كتيره جدا وكبيره جدا، ومع خصوم بيبقوا لا تقال ولهم مكانه كبيره، وبيبقوا هم نفسهم شايفين ان اللعبه معاك او التنافس معاك حاجه بالنسبه لهم تكتب او تحسب بشكل كبير في تاريخ يعني المباريات والبطولات اللي بيخوضوها. فلا، احنا الحمد لله بنخوض مباريات ومنافسات قويه، بس بنستطيع ان احنا نحصل على البطولات والحمد لله الالقاب المختلفه. وهنفضل نفرح بدوري ابطال افريقيا شويه كده لو تسمحوا لنا لنهايه الاسبوع، يعني لو ما يضايقش حد يعني. وعلى كل وبذكر بقى قبل ما نخش في تفاصيل الحلقه النهارده، معانا برضو اغنيه حلوه جدا تم اهدائها للنادي الاهلي، وهي اغنيه جديده من المطربة الجميلة هلا رشدي. الأغنية كريم بعنوان الأهلي عش يعني ما ينتهيش. عش ما ينتهيش، وهو أيوة. فعلا عش ما ينتهيش. خلينا طيب نعرف حضراتكم بقى بعد ما سمعنا الأغنية دي إن شاء الله في الجزء المتعلق بالفقرات الحوارية النهاردة هيكون عندنا فقرة حوارية واحدة مطولة مع كابتن ياسر مصطفى نجم النادي الاهلي السابق والاستاذ شادي محمد الناقد الرياضي، وهنفتح معاهم كتير من الملفات اللي اكيد تهم كل حضراتكم. طبعا زي ما كنت بقول لكم من شويه كده كده الفرحه واخدانا اليومين دول بسبب طبعا الاهلي اكسير السعاده، لكن اكيد برضو احنا مش ناسيين ان احنا النهارده عندنا حدث مهم جدا هو مباراه منتخب مصر مع منتخب غينيا اللي يعني جايه الحقيقه في ظروف سعيده جدا، اولا على الجهاز الفني للمنتخب بقياده طبعا البرتغالي روي فيتوريا، ثانيا على القوام الاساسي للاعبي المنتخب وهم بالطبع يعني لعيبه النادي الاهلي، وده بالتاكيد بسبب فوز النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا. طبعا فوز الاهلي بالبطوله دي عمل دفعه معنويه كبيره جدا للمنتخب ككل، لانه من الطبيعي انك لما بتخرج بطل من بطوله قويه بالشكل ده هي الاهم تقريبا في القاره على مستوى الانديه، ده بينعكس اكيد بشكل ايجابي يعني على ظهورك بقى مع منتخب بلدك، خصوصا لما تبقى لسه عايش نفس الاجواء. احنا لسه في نفس الاسبوع واكيد رد فعل الجماهير والفرحه بفوز النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا واصل للاعبين بشكل او باخر وبشكل كامل طبعا مع وجود السوشيال ميديا، كل حاجه بقت بتتنقل في ثواني. النهارده المنتخب عنده تحدي كبير هنتكلم اكيد عنه وبالتفصيل، لكن لما يعني المدير الفني فيتوريا النهارده يعني معاه اكتر من اربع خمس قولوا ست سبع عناصر جاهزه من لعيبه النادي الاهلي خارجين من بطوله قويه يعني وعاملين فيها اداء ولا اروع، ده اكيد هيخليه برضه هو كمان شخصيا هيبقى عنده اريحيه نفسيه وافضليه فنيه على المنافس، ونتمنى ان احنا نجد ما يسرنا لما نتابع هذه المباراه ان شاء الله. بص يعني هو اعتقد مش هقول طبيعي قوي بس يعني منطقي ان فيتوريا هيعتمد النهارده على اكتر من عنصر من لاعبي الاهلي في التشكيل ان شاء الله الاساسي. يعني لما بتيجي بتفكر لما يجي يفكر اكيد هيبدا او عنده اوبشنز كتيره جدا، اكيد عندك محمد الشناوي يعني هو جاهز كمان بشكل كبير جدا. مش عايزين احنا كريم بنكون بنتكلم كده عن لعيبه النادي الاهلي ان احنا نقصد ان احنا نقلل من اي لاعب اخر او من حراس المنتخب ابدا، يعني كلهم حراس متميزين جدا، ولما سمع او سنحت لهم الفرص يعني اثبتوا نفسهم بشكل كبير، لكن انت بتتكلم دايما باصص على الافضل من المجموعه اللي هي الكبيره هو محمد الشناوي لو احنا هنتكلم بمنتهى الصراحه او بلغه ارقام. خلينا نتكلم عن يعني بقيه الفريق، يعني فيتوريا عنده لعيبه كتيره جدا زي ما انت كنت بتتكلم من النادي الاهلي ممكن ان هم يعتمدوا او يعتمد عليهم بشكل كبير جدا، عندك كمان محمد عبد المنعم على سبيل المثال، عندك كهربا، عندك حمدي فتحي، عندك كتير من اللعيبه اللي جاهزه. وروي فيتوريا كمان اعتقد ان هو عنده فرحه كبيره جدا من فكره المستوى الفني، كمان لو هتكلم هنا تحديدا عن محمد عبد المنعم اللي اعتقد هذا اللاعب اللي كل يوم بيثبت ان هو فعلا مستقبل خط دفاع يعني منتخب مصر حاجه، وعلى فكره هو اللي حقق ده
بنفسه، يعني هو اللي قدر يستر هذه او هذا المستوى بنفسه لما جات له الفرصه. لا، لاعب كبير ولاعب واعد ولاعب عنده مستقبل كبير جدا بصراحه. وعندك كمان زي ما كنت بقول حمدي فتحي، ومن الاساس كمان حمدي فتحي لعب مع مستر فيتوريا وظهر بشكل يعني كبير جدا وجيد جدا وعمل بطوله مميزه جدا كمان. فنتمنى كل التوفيق. وكمان عندك مش عايز انسى محمود كهربا، يعني هداف الفريق في دوري ابطال افريقيا طبعا. فيعني لا، سكواد رائع جدا جميل جدا، بنفخر ان معظمه كريم او اكتريته كمان من أكيد. النادي الاهلي اكيد دي حاجه بتسعدنا. بالتوفيق ليهم ان شاء الله، ونتمنى يكون في اختلاف شويه يعني في النتائج، في الرانكينجز، في الاداء، في الكره. يعني نتمنى، عندنا ثقه كبيره في السكواد، بس نتمنى يكون في اختلاف على الارض، لان احنا نستحق ذلك بصراحه. تاكيدا على النقطه اللي انت بتتكلمي فيها فعلا، ان احنا اكيد لما بنتكلم على او بنثني على وجود عناصر متعدده من النادي الاهلي ضمن القوام الرئيسي للمنتخب الوطني، اكيد فعلا ده لا يقلل باي حال من الاحوال من شان اي لاعب اخر بينتمي لاي فريق اخر غير النادي الاهلي. لما بيكون في ماتش المنتخب مصر ولعيب مثلا من الزمالك في المنتخب بيسجل هدف، يعني ما الدنيا كلها بتفرح، المصريين كلهم بيفرحوا، ودي الحاجه الطبيعيه اللي المفروض تكون حاصله ما بيننا كلنا كمشجعين لانديه مختلفه. احنا في نهايه الامر بنتكلم عن منتخب وطني، منتخب مصر. انت فاكر منتخب اليد والبطوله اللي كانت في مصر، ولما كنا بنتكلم عن اللعيبه ككل كنا بنتكلم، احنا كنا طالعين نشكر في احمد الاحمر جداً. لاعب طبعاً. تقيل، لاعب طبعاً. كبير اثر طبعاً. بشكل كبير مع المنتخب طبعاً. لا لا، مفيش الكلام ده، او عندنا على الاقل خلينا نقولها، يعني الناس اللي دايما تتحدث بمنطقيه، الناس اللي دايما تتحدث يعني فكر فيه فعلا روح رياضيه، هو ده اللي بيتكلم بيه في الاول وفي الاخر. ومش بس ان احنا بنشجع، احنا بنشيد بده فعلا. يعني انا كنت بقول لك احمد الاحمر ده على المثال، لكن ضيف على ده كل الامثله اللي ممكن تكون موجوده من انديه اخرى، يعني منافسه في رياضات كلها. يعني مليون في المية. ابو جبل قبل كده احنا ما شكرناش في ابو جبل. بالظبط، يعني مش الكلام ده خالص طبعا. كمان بعيدا بقى عن الحاله المعنويه والفنيه للاعبي النادي الاهلي، خلونا نتكلم شويه عن فرص منتخب مصر في التاهل الرسمي عن صداره المجموعه. طبعا احنا عندنا حتى هذه اللحظه 9 نقاط من 3 انتصارات، على غينيا في القاهره بهدف مصطفى محمد، وعلى ملاوي في القاهرة بهدفين لمرموش والصلاح، وعلى ملاوي أيضا خارج الديار برباعية، وطبعا خسرنا مباراة وحيدة أمام إثيوبيا في أديس أبابا، واللي كانت ليها يعني طبعا واقعة شهيرة جدا، وهي إقالة الجهاز الفني بقيادة كابتن إيهاب جلال ليلة الخسارة، وبعدها مباشرة تولى مستر روي فيتوريا القيادة الفنية. طبعا منتخب غينيا عنده نفس عدد النقاط، ولو انتهت المباراة بالتعادل هيتأهل مصر وغينيا لبطولة أمم إفريقيا، لكن إحنا عندنا دوافع كبيرة جدا في الفوز لأكثر من سبب، الحقيقة أهمها التجهيز بشكل جيد لنهائيات البطولة في مطلع العام القادم. ده طبعا غير التجهيز يعني بسجل أكثر جدية لنهائيات كأس العالم يعني اللي جاية إن شاء الله، والتصفيات اللي هتبدأ في العام الحالي. بص، فكرتنا انت بايام برضو لما جبت سيره كابتن ايهاب جلال. احنا يمكن شهدنا بجد فتره كانت صعبه جدا الفتره اللي فاتت طبعا. من كتر الاسماء اللي عدت على المنتخب، من كتر التذبذب اللي كان موجود يا كريم، عدم الاستقرار اللي اثر بالتالي على اداء الفريق او المنتخب يعني بشكل كبير جدا، واثر علينا كجماهير كمان، ان احنا اصبح عندنا يعني مش بس قلق، اصبح عندنا حزن. هو ايه اللي بيحصل ده؟ دي نقطه. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها برضو يا كريم، نتمنى يكون في استقرار شويه. مش معنى مثلا احنا لسه ما نعرفش ايه اللي هيحصل، بس لو روي فيتوريا جه لعب ماتش 2 حلوين وبعدين لعب ماتش 2 وحشين، ما نجيش في الحلوين نقول ايوه اعظم مدرب جه المنتخب، وبعدين لا ده اوحش مدرب جه المنتخب اقيلوه. الفكره القرارات اللي فيها انفعاليه الناتجه عن بعض العاطفه اللي هي بتبقى زايده، ده غلط جدا، وده ما ينفعش في كره القدم تماما. لو جيت انت قارنت نفسك بالعالم، ما فيش حاجه اسمها كده ابدا. ما فيش حد بيتم اقالته من منتخب او من فريق عالميا علشان مباراه كانت حلوه او مباراه وحشة. احنا يجب ان ننتظر، والراجل ده جاي على هذا الاساس، والعقد بتاعه بيقول كده، مفيش اقالة بالمناسبة، وده كان احد الاسباب اللي لازم تكون موجودة عشان تدي طمأنينة واستقرار في الفترة اللي جاية للمنتخب وليه هو نفسه. تخيل مدير فني يتم استقطابه سواء محلي او اجنبي، وبعد كده يجي على اساس ايه اللي هو بيسمعه، ان انا لو لعبت ماتشين وحشين، لو خسرت مش عارف ايه، انا هيتم اقالتي. هو مش هيدي افضل ما عنده. الاستقرار والشعور بالامان افضل شيء يخليك بعد كده تنتج صح. فنتمنى
يكون بس في عقلانيه شويه من الجماهير ومننا احنا كمان. دي طبيعه البعض من الجماهير، عندهم توجه عام كده ان هم يعني يحاسبوا المدير الفني سواء للفريق او للمنتخب بالقطع، وطبعا مفيش اي منطق في كده طبعا. لمليون سبب والمليون اعتبار. اكيد النهارده مش وقته نتكلم في التفصيله دي، بس اكيد بالمنطق ما ينفعش نتحاسب مع اي مدير فني بالقطع. احنا بنتابع مشواره وبنشوف حجم التطور اللي حصل في الفريق، حجم التطور اللي حصل في اداء ومستويات اللعيبه بشكل عام، حاجات كتير قوي بناء عليها بيتاخد، حتى مش هقول لكم القرار، الانطباع بان هذا الرجل هو الرجل المناسب في المكان المناسب ولا لا. بالظبط، هو كده كده هيحاسب في الاول وفي الاخر، يعني هيبقى فيه محاسبه. عايزين نقول على كل حال كل التوفيق للاعبي منتخب مصر. طبعا عندنا زي ما كنا بنتكلم انا وكريم عناصر مميزه جدا، يعني اعتقد ان هي تقدر ان هي تحقق التارجت المناسب بقياده طبعا يعني محمد صلاح، عندك نجوم طبعا الاهلي وعندك النجوم المحترفين منهم مصطفى محمد، تريزيجيه، عمر مرموش، يعني اسماء كبيره واسماء كلها متالقه في الانديه بتاعتها ونجوم كمان باقي الانديه. كل التوفيق للجهاز الفني وان شاء الله نحقق مكسب يعني يحسم امور كتيره جدا وفي وقتها زي ما بيتقال. واكيد برضو الدفعه المعنويه اللي احنا بنتكلم عنها وفكره الانتصار اللي لسه موجود تحديدا عند لاعبي النادي الاهلي اعتقد هتعكس يعني بشكل كبير جدا على باقي اللعيبه، روح معنويه مرتفعه يعني دفعه ثقه، كل ده ممكن يكون موجود. فان شاء الله كل التوفيق ليهم، وهنرجع نقول تاني ننتظر وباذن الله يكون في اختلاف يعني هذا الموسم، لان نستحق كجماهير مصريه تستحق ان هي تشوف المنتخب بتاعها بجد بينافس، ومش بينافس دلوقتي بنقول يعني على المستوى العالمي فقط، احنا نتمنى ان احنا ننافس بعض الدول اللي كانت يعني متراجعه عنك بشكل كبير جدا في الارقام وفي الاداء وفي منظومه الكره، لكن دلوقتي هي سابقاك للاسف الشديد. لازم جماهير ومحبي المنتخب المصري يرتاحوا بقى شويه ان شاء الله، يعني يشوفوا الحاجه اللي تطمنهم وتريحهم، ولا سيما ان هم صبروا لفترات زمنيه مش قصيره بالمره على حال المنتخب اللي كان يتقال عليه متردي في يعني في اوقات معينه، واللي كان لا يتماشى بالمره مع فكره ان احنا بنتكلم على منتخب مصر، منتخب مصر اللي طول عمره ليه شنه ورنه وليه يعني قول كبير جدا وليه ثقله. فان شاء الله ترجع الايام الحلوه دي مره ثانيه. بالمناسبه بكره كمان ان شاء الله الخميس المنتخب الاولمبي هيواجه غانا وديا ضمن برنامج اعداد المنتخب للمشاركه في كاس الامم الافريقيه تحت سن 23 سنه في المغرب في الفتره من 24 يونيو لحد 8 يوليو. المنتخب حاليا في معسكر مغلق في اسكندريه، وبعد المواجهه الوديه دي ان شاء الله هيسافر للرباط لخوض معسكر آخر هيواجه فيه وديا الكونغو، بعدها هيسافر إلى طنجة لبدء مبارياته الرسمية. هيفتتح الفراعنة منافساتهم في كأس الأمم الإفريقية يوم 25 يونيو إن شاء الله أمام النيجر، وطبعا مصر في المجموعة الثانية إلى جانب كل من مالي والجابون والنيجر، يعني بينما بتضم المجموعة الأولى كل من المغرب اللي هي طبعا البلد المضيف وغانا والكونغو وغينيا. ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الإفريقية إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فيما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا في التذكرة أو على التذكرة الرابعة. كل التوفيق كمان طبعا للمنتخب الاولمبي، يمكن النتائج السابقه كانت لا تليق ابدا ابدا بحجم منتخب الاولمبي بتاعنا، لكن نتمنى ان شاء الله يكون في فارق هذا الموسم، يعني عندنا ثقه في ذلك. هنروح لملف حلو اتكلمنا عنه برضو بالامس، واستكمالا بقى لسلسله يعني الاهتمام ببعثه الاولمبيات الخاص طبعا المصري والانجازات الجميله اللي هم بيحققوها على الارض، هي وصلت المانيا امبارح استعدادا للمشاركه في الالعاب العالميه الصيفيه للاولمبياد الخاص بمدينه تحديدا برلين، يعني حتى من خلال يوم 17 حتى 25 يونيو، احنا بنتكلم الشهر الجاري. طيب البعثه دي بتضم ايه؟ بتضم يعني برامج متعدده، منها برنامج عجبني جدا اسمه برنامج المدن المضيفه. ده فكره كده موجوده في انطلاق طبعا الالعاب الرسميه او قبلها بثلاث ايام، ليه بقى؟ هو بيهدف مفروض للتبادل الثقافي بين المدن المضيفه والوفود من خلال الانشطه المختلفه، تعريف الرياضيين يعني بالحياه الحياه والبيئه وتقاليد المجتمعات المحليه والاخرى، يعني عارف لو بريدجنج ذا جاب بين او الثقافات ان هي بتقربها كمان، وخلق الوعي العام ده اعتقد شيء كويس جدا يعني. وفكرتنا تحديدا بملف ذوي الاعاقات كمان الفكريه، تعزيز روح الاولمبيات الخاص دي اعتقد كلها حاجه جميله جدا، نتمنى ليهم كل التوفيق. وتاني هنرجع نقول هم دول اصحاب الميداليات الذهبيه والاعداد الكبيره منها، يعني هم دول الرياضيين بتوعنا اللي احنا بنعتمد عليهم في فكرة
رفع اسم مصر في المحافل الدولية بشكل كبير، بكمان ذهبيات كبيرة أو أعداد ذهبيات كبيرة. هم عادة بيشطبوا الميداليات تقريبا ما شاء الله أي عليهم بطولة بيشاركوا يعني فيها الحقيقة بجد. دايما يعني، وربنا يديمها علينا نعمة إن إحنا أبطالنا المصريين البارالمبيين الحقيقة دايما يعني مفرحنا ودايما مشرفنا. تعالوا بقى نروح نتعرف على تفاصيل إطلاق المرحلة الرابعة لمبادرة درجتك صحتك اللي بتواصل عملها بنجاح شديد طبعا تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعالوا نتعرف على تفاصيل أكتر من خلال التقرير ده، اتفضل. سعيدنا النهاردة من هذا المركز إن إحنا نعلن عن المرحلة الرابعة لمبادرة درجتك صحتك برعايه كريمه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. المبادره يعني المرحله دي فيها 1200 دراجه. الحقيقه كان في فتره توقف صغيره يعني مرحله الكوفيد وشويه حاجات تانية، لكن النهارده بيسعدنا ان احنا كمان يكون في معانا بنك مصر ويكون في فوري ونسهل عمليه التوصيل لكل المحافظات. احنا معانا الشركاء طبعا النهارده الانتاج الحربي وبنك مصر وفوري مع وزاره الشباب والرياضه علشان نعلن عن هذه المرحله لكل الشباب درجتك صحتك. طبعا متزامنه مع بدايه التوقيت الصيفي، الامتحانات، الاجازات، اجازه العيد، فبنؤكد على اهتمامنا بهذه المبادره واستمراريه واستدامه هذه المبادره ودعم وزاره الشباب والرياضه الحقيقه بقدر مالي مع كل دراجه. احنا مكملين الدعم ده خدمه للشباب او المواطنين بيقدموا على المنصه بتاعه العملاء بيقدموا او المواطنين بيقدموا على المنصه بتاعه وزاره الماليه اسف وزاره الشباب والرياضه، وبيتم تجميع هذه البيانات وبتتبعت للبنك بدفعات مستمريه. طبعا يعني مبادره درجتك صحتك من اهم المبادرات اللي قدمتها وزاره الشباب والرياضه في الفتره الاخيره من سنه 2020 حتى تاريخه، يعني فتره كبيره وثقه كبيره في الدراجه اللي بتقدمها وزاره الشباب والرياضه الحمد لله. يمكن كمان يعني انا على المستوى الشخصي يمكن في فترات متباعده من كل مرحله والثانيه، لان حتى لغايه امبارح والنهارده الصبح الناس بتسال والشباب بيسال ازاي نقدر نقدم والعجله هتنزل امتى. كمان اثرت في الشارع المصري بشكل كبير قوي، وكان في كمان توجيه من القياده السياسيه نتعمل مسارات امنه للشباب اللي بيحب يمارس رياضه الدراجات يوم الجمعه ان يكون ليهم تامين ويمارسوا رياضه الدراجات يعني بشكل يعني بحريه كامله. النهارده مبادره درجتك صحتك، مبادره درجتك صحتك بترعى رعايه كريمه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، وباهتمام شخصي من معالي الوزير دكتور اشرف صبحي. المبادره احنا شايفين انها لها صدى جامد جدا، هي فكره من زميلنا دكتور سامح منصور، بدأناها الأول ب 10,000، كان عدد المستفيدين في المرحلة الأولى 10,000. لما لقينا إقبال من الشباب ولقينا إن الناس مهتمية بركوب الدراجة عملنا المرحلة الثانية مع الإنتاج الحربي، والإنتاج الحربي بصراحة يعني شريك في النجاح، وهو بيساعدنا كتير هو وشركة فوري وبنك مصر. فاحنا المبادرة ان شاء الله التانية دي برضو بنستهدف 10,000، وهنفضل مستمرين في المبادرة طول ما احنا شايفين ان في اقبال من الشباب. احنا بنتمنى ان الدراجات تبقى اسلوب حياة لكل مواطن، نتمنى ان احنا نوصل في المراحل بتاعتنا 100 مليون فرد. يعني يمكن دي المبادرة برضو يعني أو الفعالية اللي احنا كنت اتكلمنا عنها قبل كده كتير، درجتك صحتك، وأخدت شعبية كبيرة جدا وقت الكورونا لو انت فاكر، لأن الوقت ده كانت الناس كلها بتحاول ان هي تلاقي أي سبيل لممارسة الرياضة بشكل سليم وفي نفس الوقت مش مكلف. يعني درجتك صحتك أسعارها أو أسعار الدراجات متواضعة بشكل كبير، وكمان تقدر ان انت تقسط، وفي نفس الوقت في دلوقتي سيستم أو نظام ان العجلة نفسها أو الدراجة نفسها تتشحن لك كمان على البيت او على المكان اللي انت عايزه، فيعني تسهيلات اكتر من كده. انا فاكر اول مره اعلنا عن المبادره دي كنا في الاستوديو في ايوه العجوزة. في العجوزه صح كده، وقلنا وقتها حتى الاسعار، انا فاكر كنا بنتكلم حتى في الاسعار وطرق السداد الى اخره. يا سلام لو ثقافه الدراجات دي تتحول الى ثقافه مجتمع، ونبقى زي الدول الاوروبيه اللي الدراجه فيها هي بطل رئيسي في الحياه بتاعه الناس كلها. طبعا مش محتاجين نتكلم عن انعكاسات الموضوع ده لو حصل في يوم من الايام،
الانعكاسات الايجابيه وفكره التلوث وفكره الازدحام وفكره الضوضاء وفكره مليون تفصيله الصحه وكل حاجه طبعاً. كل حاجه طبعاً. الصراحه يعني في حد كان من الناس اللي كانت بتتساءل طب هل المشروع ده اقدر ان انا او يعني دراجتك صحتك هل ممكن ان انا لما احصل على هذه الدراجه اقدر ان انا امشي في الشوارع في العموم؟ هقول لك على حاجه عشان نبقى برضو واقعيين، مش كل الشوارع في مصر عفوا مجهزه، مش كل الشوارع في مصر مجهزه لده، ولكن في كتير مدن دلوقتي جديده، حتى لو تيجي تتكلم مش مدن جديده قوي، مثلا الشيخ زايد، تجمع الخامس، مصر الجديده، في الزمالك، في اماكن معينه وفي احياء في مصر مجهزه لده بشكل كبير جدا، حتى مجهزه ثقافيا، لان خلي بالك من حاجه برضو الثقافه عندنا لازم كل فتره بتتغير بتتطور. الفتره اللي هي قبل الكوفيد لما كنت تنزل تتمشى في الشارع بنات واولاد وعجل وحاجات زي كده، كانت الناس لسه بتحاول تشوف فكر جديد موجود، كنا لما نشوف بنت على عجله كنا بتتمشى بالدراجه بتاعتها كنا ممكن تلفت نظرنا، دلوقتي الموضوع بقى خلاص عادي، يعني حتى الدراجات الناريه بالمناسبه يعني انت فاكر دلوقتي بنشوف سيدات كمان بيذهبوا للعمل بدرجات ناريه، على فكره ما الحاجه برده ممكن تستدعي ده، يعني ممكن سيده تكون عامله بتصرف على عيالها ما عندهاش ان هي تجيب عربيه، فالدراجه الناريه وسيله مواصلات يمكن في الزمن اللي فات ما كانش الناس تتقبل ان سيده تقود دراجه ناريه، لكن دلوقتي بيحصل ده، فالمجتمع بيتغير لان هو مفيش حاجه غلط في الاول وفي الاخر. طالبات كمان في يعني جامعات كتير بيروحوا الجامعات بالعجل كمان بالسكوتر او بالموتوسيكلات، فكلها وسائل مواصلات جيده جدا ومتاحه وموجوده وباسعار جيده، ولو هنتكلم تحديدا عن الدراجات فقريبا جدا انا اعتقد ان هي فعلا ممكن تكون اسلوب حياه، لو حتى هنبتدي بالمدن اللي هي مؤهله لذلك ثقافيا كمان وبنيه تحتيه. زمان يا نهواند وبصفه خاصه في الاماكن الشعبيه كنت تلاقي مهارات مصريه متفرده في قياده الدراجات، تلاقي مثلا واحد مكواجي ماشي 45 شماعه وبتاع العيش اللي هو بيحط بتاع العيش بالظبط، بصي مهارات ايه، وفي بعض الاحيان وهو سايب ايده تبقى مش فاهمه الكلام ده بيتعمل ازاي، بس هي حاجه كويسه. لا هي مبادره جيده، نتمنى طبعا ان هي تنتشر بشكل كبير جدا، ونتمنى كمان الشوارع عندنا تكون مؤهله اكتر لممارسه يعني رياضه الدراجات لكل بقى الرجال والسيدات، يعني ما فيش يبقى مشكله في ده. خلينا نتابع دلوقتي زي ما احنا متعودين حاله الطقس ونرجع نكمل. احلى احلى تان دلوقتي الاقصر واسوان، درجه الحراره 44 هو مش هيبقى تان قوي هيبقى تحميص على خفيف كده اقرب للتحميص يعني أقرب بس بقول لك اسوان تحديدا انا رحتها السنه اللي فاتت تقريبا في الوقت ده او قبله بشويه يعني روعه والله العظيم روعه روعه عندنا اماكن في مصر. انا بقى بحب اسوان اكتر حتى من الجونه يعني بجد تستمتع والناس جميله والناس لما يعرفوا انك جاي من القاهره بص اطيب ناس والله العظيم بتوع اسوان والناس في الاقصر برضو طيبين جدا ومجاملين جدا لا يعني بجد يعني عندك بجد زي ما بتقال ايه يعني ربنا مديك حاجات طبيعيه كتيره جدا تقدر ان انت تستغلها بس صح. فاكر لما احنا اتكلمنا في الملف ده اهم حاجه العنصر البشري العنصر البشري هو اللي بيخرب الدنيا في معظم يعني الاوقات للاسف لو الواحد اشتغل على ده كويس جدا وتم تدريب الناس القائمه بشكل مباشر او غير مباشر مع السياحه والله العظيم هيفرق بشكل كبير جدا لان انت ربنا مديك حاجات طبيعيه ومناظر وسياحه طبيعيه زي ما بتقال بشكل كبير يعني وكمان الاضافه للجو زي ما احنا بنتكلم يعني اسوان حر جدا بس انت تقدر تروح وتستمتع بالجو بتاعها حتى لو في شمس حتى لو احنا دلوقتي بنقول 44 انا بقول لك انا رحت في الوقت ده تحديدا السنه اللي فاتت يعني فعلى كل حال معانا دكتور محمود ولا ايه؟ عشان نعرف سيبناه شويه على التليفون الوضع هيبقى عامل ازاي على صعيد يا دكتور محمود صباح الخير دكتور محمود ده شاهين مدير عام مركز التنبؤات صباح الخير على حضرتك معلش الأقصر وأسوان خدتنا شوية معلش بس كنا بنتكلم عن جمال مصر والأماكن السياحية الجميلة اللي ربنا مديها لك بشكل طبيعي كده أنت ما بتعملش مجهود عشان يبقى عندك سياحة يبقى عندك مناظر طبيعية كل حاجة ربنا مديها لنا فنستمتع بس بالتوقيت ده أو بالخير اللي ربنا مديه لنا ده يعني خليني أروح مع حضرتك بقى ونطمن على درجات الحرارة وفكرة هنا برضو 44 في الأقصر وأسوان هل الدرجة دي أو يعني الجو ده ممكن يمثل الى حد ما خطوره لو الواحد قعد في الشمس في الفترات مثلا اللي هي الظهيره خلينا نقولها؟ لا هو الحمد لله رغم ارتفاعات درجات الحراره احيانا في بعض المحافظات الا انه يعتبر جو مصر من الجو السياحي في العالم كله. بالظبط من ضمن العلامات السياحيه والمعالج السياحيه في مصر وطقس مصر. يعني بس طبعا بتبقى في اكيد لما بيكون في حاجات زي كده بنبقى بس بيبقى في شويه نصايح وارشادات
احنا ما نقعدش فتره طويله تحت اشعه الشمس لما تكون درجه الحراره 44 درجه كده. طبعا التعرض المباشر لاشعه الشمس لازم يكون لفترات قصيره مش طويله، ويفضل طبعا يكون في واقي لطقس من اشعه الشمس، يعني شيء ضروري جدا في هذه المناطق. ودي بتبقى حالات فرديه وما بتستمرش فترات طويله في بعض المحافظات نتيجه وجود المنخفض الجوي اللي كان موجود، لكن بعد كده الاجواء بتتغير وبتقل درجات الحراره بتصل الى 38 و39 و40، الاجواء الطبيعيه اللي موجوده في صعيد مصر في هذا التوقيت من العام. لكن في المجمل الحمد لله الفتره اللي جايه فتره استقرار في الاحوال الجويه، درجات حراره حول المعدلات الطبيعيه في كافه المحافظات الجمهوريه، ما فيش اي ظواهر جويه ممكن تعوق اي انشطه يوميه ان شاء الله خلال الفتره القادمه. هنبدا بقى نخش على فصل الصيف الاربع الجاي زي النهارده ان شاء الله، وتبدا منخفض الهند يكون هو اللي ليه تاثير اكبر على صعيد مصر العربيه، ارتفاعات تدريجيه في نسب الرطوبه، وده يعتبر بيقلل شويه من ارتفاع درجات الحراره، بس شعور طبعا في الطقس الحر بيكون موجود خصوصا في الاماكن المغلقه او الاماكن المقفوله. فبقدر الامكان برضه شرب السوائل وشرب الميه وعدم التعرض المباشر للشمس هي النصائح الاساسيه خلال الفتره اللي جايه. كويس جدا. طب انا هسال حضرتك سؤال وهو يمكن كل سنة بيتسأل، بس عشان برضو نفيد السادة المتابعين لو حد ما عندوش معلومة بده، لان احنا عارفين ان في ناس بطبيعة يعني طبيعة شغلها لازم تكون واقفة في عز الشمس في الشارع على سبيل المثال، عمال البنى واشارات المرور العساكر وغيره، فالناس اللي زي كده تعمل ايه؟ والامن طبعا اللي بيكون موجود في بعض الاماكن يعني او المباني او الشركات يتصرفوا ازاي؟ هو طبعا يعني اهم حاجه يكون في كاب او حاجه يحمي الشمس، وفي نفس الوقت شرب الميه باستمرار، لازم جسمنا دايما يكون فيه كميات ميه كويسه. يعني بقدر الامكان لو في اماكن ظليله يستظل باي حاجه برضه، ده شيء مهم. ما ينساش نفسه بقى في الاعمال وفي الانشطه اللي هو شغال بيها ان هو ينسى نفسه عن الميه او يسيب نفسه تحت الشمس من غير واقي يحمي الشمس فتره طويله. ده شيء مهم جدا. الزملاء يراعوا بعض بقى، بيبدلوا مع بعض دايما يعني في اوقات قصيره خلال الشتاء طبعا. صحيح. وعلى كل حال ربنا يعدي الصيف على خير يعني. يا رب يعدي بسرعه وعلى خير عشان احنا اوريدي تعبنا. اشكرك جدا جدا دكتور محمود شاهين على هذه المداخله، شكرا لك. طيب احنا كان المفروض ان احنا نطلع فاصل، بس وهنطلع فاصل ان شاء الله، بس قبل ما نطلع الفاصل وبما ان نهاوند اتكلمت عن اسوان واهل اسوان الطيبين المرحبين المضيافين الناس الجمال اللي هناك، تعالي اوريكي فرحه اهل اسوان بفوز النادي الاهلي. شوفي الناس هناك عملت ايه. اتفضل. يا رب دايما الحاله النفسيه والمعنويه في السماء كده، ويا رب دايما فرحانين ومنتصرين. اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه عوده من جديد لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. تعالوا نتعرف على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه مع زميلتنا العزيزه روزان نصر. روزان موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي في الجزيره. صباح الفل عليك يا روزان، وتفضلي سامعينك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان من مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة، طبعا متواجدة معاكم لنقل الأخبار يعني سواء في كرة القدم أو بشكل عام الأخبار العامة اللي موجودة دلوقتي. خليني طبعا أقول لكم في البداية يعني احنا في حالة فرحة ونصر الحقيقة منذ التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11، حالة كده عايشاها يعني كل جماهير النادي الأهلي ويمكن كمان
كمان بالاخص الاعضاء. خليني ابدا معاكم بخبر مارسيل كولر المدرب الفني للنادي الاهلي، كتب على صفحته على انستغرام: منذ سنوات كتبت جملة على الورق واغلقتها في درج مكتبي، اريد الفوز بدوري الابطال. الآن أصبح الحلم حقيقة، فلقد عملنا معا وتحقق حلمي وحلمكم، نحن الفائزون بدوري الأبطال، شكرا لكل من ساهم في حلمي وحلمنا. طبعا الحقيقة يمكن خليني أقول أنه من أكتر الحاجات المفرحة أكيد بالنسبة لنا كلنا تحقيق النجاح، وخاصة لو إحنا في هدف قدامنا أكيد علشان نوصل له في الآخر، بيكون إحساس بصراحة مميز جدا، ويعني الحقيقة محفز ويدعو للفخر. وده أكيد اللي إحنا بنعيشه دايما مع النادي الأهلي ببطولاته، اللي مخليانا الحقيقة دايما يعني فخورين أكيد أننا ننتمي للقلعة الحمراء. تاني خبر بقى معانا النهارده، عايزين نعرف المشاهدين كمان بالاخص الاعضاء اللي بيتابعونا في كل مكان، استمرار سحب استمارات اختبارات الناشئين. قطاع الناشئين لكره القدم يعني بالاهلي بدا الامس عمليه طرح استمارات الاختبارات، اللي تبدا كمان عمليه البيع في تمام الساعه 10 صباحا، ويعني تبلغ قيمه الاستماره الواحدة 100 جنيه، وتباع الاستمارات من الساعة 10 صباحا حتى 3 عصرا يوميا حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك طبعا داخل مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة والشيخ زايد ومدينة نصر كمان في القاهرة الجديدة. ويفتح الأهلي الباب أمام المتقدمين لاختبارات الناشئين من مواليد 2007 حتى 2018، علما أن الاختبارات خلاص هتبدأ يوم السبت الموافق 17 يونيو الجاري. كمان بما اننا بنتكلم اكيد عن قطاع الناشئين، يمكن في لقطه حلوه جدا حصلت كمان من يعني النجم المصري محمد النني نجم ارسنال الانجليزي لتواجده اكيد بالامس في قطاع الناشئين، يعني لتحفيز اللعيبه، ودي يعني الحقيقه لقطه اكيد بتحفز كل اللعيبه لما يكون من نجم كبير زي اكيد كابتن محمد النني. خليني اقول كمان انه كان حريص جدا على دعم القطاع بالكامل، وتواجد ايضا يعني برفقه بدر رجب مدير قطاع الناشئين، ونشر النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية للناشئين على مواقع التواصل الاجتماعي بالأخص فيسبوك صور تجمع محمد النني مع عدد من لاعبين قطاع الناشئين، معلقا: عاد إلى حيث ينتمي. اخر خبر بقى معانا النهارده، الحساب الرسمي للنادي الاهلي قام بتوجيه الشكر لمعالي وزير الرياضه بالمملكه العربيه السعوديه سمو الامير عبد العزيز بن تركي لمباركته الفوز الثمين للاهلي بالبطوله الافريقيه. وكتب الحساب الرسمي للاهلي على تويتر قائلا: كل الشكر والتقدير لوزير الرياضه السعودي على التهنئه الغاليه والعزيزه. يعني سريعا خليني كمان انقل لكم الاجواء هنا في النادي الاهلي فرع الجزيره. الحقيقه يعني خليني اقول انه كل الاعضاء هنا متواجدين للتصوير امام يعني دولاب البطولات، يعني اللي انتم شايفينه اكيد من خلفي، الكل فرحان، الكل يعني فخور بالنادي الاهلي زي ما قلت، بطوله مهمه جدا. خليني كمان اقول النهارده درجه الحراره للاسف عاليه شويه، ويمكن الارصاد الجويه حذرت من يعني نزولنا النهارده، يمكن ده مخلي الاعضاء النهارده عددهم أقل من العادي. كمان هيكون في هواء جديد من بعد الساعة يمكن واحدة شوية، ولكن بنتمنى أن درجة الحرارة تكون أحسن الأيام القادمة. دي كانت كل الأخبار وأهم الأخبار اللي معايا النهاردة، بشكركم وعودة لكم مرة تانية. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه روزان نصر من مقر النادي الاهلي بالجزيره على هذه التغطيه المتميزه كالعاده، شكرا ليك. يعني عايز اقول لك اصلا روزان من عشاق الصيف، فبتقول لك درجه الحراره حر شويه، ما هي من عشاق الصيف اصلا يعني. ماشي، دي هتتحمس الاربع شهور الجايين روزان. لا والله يا ربنا يعدي الاربع اللي هم مش اربع شهور، هم سبع شهور صحيح يعني حقيقي بجد. انا اعشق شهر 9 10 11 12 1 9 كان زمان رائع، حتى اقول 10 9 برضه لسه بيبقى حر شويه. نروح بقى كده لعالميا شويه، محمد صلاح تحديدا اللي تصدر قائمه اكثر اللاعبين تسجيلا للاهداف من هجمات يعني عكسيه مرتده، ومتفوقا على جميع النجوم المشاركين في البريميوم ليج بواقع هنا 5 اهداف احرزها مع نادي ليفربول خلال الموسم. كمان تصدر صلاح قائمه اللاعبين الاكثر تسديدا على المرمى في الهجمات يعني المرتده،
طيلة الموسم هنا بتتكلم يعني على مستوى رائع وكمان ثبات في هذا المستوى بشكل كبير جدا. يعني كرة القدم يمكن في العالم منذ انضمامه لليفربول اعتقد هو احرز مقابل كان مقابل وقتها او الثمن بتاعه تقريبا 36.5 مليون حاجه زي كده جنيه استرليني طبعا في 2017. فده بالارقام من ساعه لما انضم لي يعني ليفربول حتى هذه اللحظه. اعتقد في الفتره دي من 2017 يا كريم برضو فتره مش صغيره بس طبعا. قدر ان هو يحقق اعلى الارقام تقريبا فيها. فيعني وبرضو من ناحيه ثانيه طالما بقى ان هوند فتح باب الكلام عن ليفربول يعني هنلاقي ان البرازيلي اليسون بيكر حصل على جائزه لاعب العام في ليفربول بتصويت الجماهير للمره الاولى في مسيرته مع الريدز بعد ما طبعا احتل يعني صداره يعني التفصيله دي كان محمد صلاح لفتره مش قليله الحقيقه، لكن هو اللي يعني تصدر القائمه هذه المره للمره الاولى في مشواره متفوقا على محمد صلاح شخصيا وعلى ترينت الكسندر ارنولد اللي حلوا في المركزين الثاني والثالث على التوالي. قال الموقع الرسمي للنادي كان ان اليسون كان لاعبا رائعا باستمرار لفريق يورجن كلوب في هذا الموسم الحالي، فبطبيعه الحال هو يستحق هذا التقدير وهذه الاشاده. تعالوا بقى نروح لموضوع تاني. تعال نروح لفيديو جراف. فيديو جراف بحب جدا الفيديو جرافس اللي بنبقى يعني بنعرضها لان هي كل مره بتحمل معلومات مختلفه. النهارده الفيديو جراف اللي معانا عن اكثر الانديه تسجيلا للاهداف يعني في الدوريات الكبرى، بنتكلم تحديدا الموسم ده موسم 2023. تعالوا نروح نتابع. جميل، خلونا بقى نتعرف على مجموعه جديده من التمرينات مع كابتن حسام الفيل وهو طبعا مدرب يعني جيم الرجال بالنادي الاهلي في الشيخ زايد. شويه تمارين من النوع اللي ممكن نعملها في اي مكان، في البيت في الشغل حتى عادي، مش لازم نروح لها جيم يعني تحديدا. ونطلع بعدها كده فاصل ونرجع نكمل الكلام، خليكم معانا. صباح الرياضه والنشاط والحيويه، 4 دقائق من وقتك هنحرق بيهم دهون الجسم وكمان نعلي مستوى الحرق في جسمنا ونحرق سعرات حراريه على مدار اليوم. 4 دقائق بنظام تباتا ورك اوت، نوع من انواع الهيد بروجرام. ده بنشتغل نظام تمرين لمدة 4 دقايق متواصل، 20 ثانية التمرين و10 ثواني ريست. بس أهم حاجة قبل ما نبدأ التمرين بتاعنا، لو في أي حد عنده مشاكل في الركبة، عنده مشاكل في الظهر، يحاول يستشير طبيب قبل ما يبدأ معانا التمرين. يلا نجهز الستوب ووتش والماتس بتاعتنا وهنبدأ مع بعض التمرين. يلا ستارت. ناخد ريست 10 ثواني عشان نجهز للتمرين اللي بعده وشربنا مية. ندخل على التمرين اللي بعده على طول. أخدنا ريست 10 ثواني، شربنا برضو مية، نظبط نفسنا عشان نبدأ التمرين اللي بعد كده. جامب لانش، ريست برضو، بظبط النفس بتاعي. يلا جاهزين اللي بعده. برضه لمدة 10 ثواني ونريح بعدها 10 ثواني. جاهز للي بعده. اند ريست. ريحنا ال 10 ثواني عشان ندخل التمرين. هعمل اكس جامب. ناخد ريست. نحاول نسرع في التمرين عشان نقدر ناخد اكثر استفاده منها. هنزل بعد كده بايسك كرانشز، تمرينات للبطن بقى اخر تمرينين. اشتغلناه لمده 20 ثانيه وهننهي باخر تمرين معانا اللي هو البلانك، برضه اثبت لمده 20 ثانيه، اهم حاجه ضهرك مفتوح. كده نكون عملنا 8 تمارين لمدة 4 دقايق، اشتغلنا 20 ثانية وبريح 10 ثواني. أهم حاجة بعد ما خلصنا التمرين اللي احنا عملناه النهاردة ما ننساش إن احنا نعمل استرتشات للجسم عشان نستفاد من أي تمرين احنا بنشتغله وكمان نتفادى أي إصابات بتحصل لنا وشد عضلي. أتمنى التمارين اللي احنا عملناها لكم النهاردة استفدتوا منها وأشوفكم في حلقة تانية جديدة.
كلامنا مع حضراتكم ما انتهاش اكيد عن فرحه الاهلي بجانب بعض برضو الملفات واهمها مباراه طبعا منتخبنا النهارده امام غينيا. هنتكلم في كل التفاصيل دي بس مع ضيوفنا خلينا نرحب بيهم في البدايه كابتن ياسر مصطفى نجم الاهلي السابق والاستاذ شادي محمد الناقد الرياضي. بونجور صباح الهنا وميرسي كتير ميرسي كتير. لازم طبعا كل مره كابتن ياسر بيجي يوريهم صورتك يا كريم لازم يجيب لنا صوره لينا يخش يدور كده وجاب لنا النهارده هذه الصور. لا اللطيف بقى كمان يا حضرات مش مجرد الصور يعني في ورق دي اولا زي ملزمه كده فيها باختصار كل النقاط اللي ممكن تخلي يعني حضراتكم وجايين معاكم دكتوراه في الماتش اللي هو بيفصصه بالمعنى الحرفي. عشان كده كنت بساله من شويه بقول له يعني انت بتستمتع زينا بمتابعه الماتشات ولا اللي بتقعد تايد الحاجات وبتاع ممكن تبقى المتعه منقوصه الى حد ما؟ لا طبعا الاول صباح الخير وطبعا سعيد ان انا موجود معاكم طبعا ودايما بكون مبسوط ان انا موجود في قناه النادي الاهلي في بيتنا طبعا. طبعا موضوع التحليل دوت جزء من شغلنا الطبيعي ان احنا لما بنيجي نحلل الماتشات واحنا شغالين بنحللها بنفس الطريقه بنتفرج من الناحيه الفنيه اكتر من الناحيه يعني مش زي الجمهور يعني بتفرج على النواحي الفنيه اكتر شويه. فبالتالي انا دايما بتفرج تلاقيني بدون كل حاجه حتى الماتشات عاديه بعدي مرحله الاحصائيات اللي بتظهر على الشاشه وقت المباراه اللي هو مثلا نسبه الاستحواذ هو بقى مفصص نسبه الاستحواذ دي لعدد التمريرات عدد الهجمات ويعني للدرجات دي يعني. ما الحمد لله انت عارف حضرتك ان انا حاصل على رخصه ايه من الاتحاد الافريقي وحاصل على رخصه ايه من الاتحاد الاسيوي يعني الحمد لله انا حاصل على رخصه ايه من كارتين من كره اسيا وكره افريقيا واخد دبلومه في تدريب حراسه المرمى واخد من الارسنال الانجليزي فالحمد لله يعني ما شاء الله. يعني دايما الحمد لله يعني ده ابديت دايما لكل حاجه جديده يعني. فبشكر حضرتك طبعا وكابتن نهواندي وبشكر حضرتك طبعا على الكلام الجميل اللي حضرتك قلته يعني. خلينا بقى نخش في الماتش شويه وهبدا معاك في النقطه دي استاذ شادي. ال11 والنجمه ال11 البعض كان بيشكك ان الاهلي هيقدر ان هو يحصل عليها والبعض الثاني كان مؤمن ان النادي الاهلي هيحصل عليها، كنت مع اي كفه اكتر؟ طب الاول بس صباح الخير وصباح النصر. انا مبسوط جدا ان انا معاكم واحنا كمان والله. هو تقريبا بسبب اللي حصل الموسم اللي فات وتغيير المدربين لغايه لما جه كولر الناس ما كانتش لسه برضو يعني بنقول ايه احنا بنبني فريق جديد بنقدر في هزه حصلت للفريق صحيح. اتنين دوري راحوا نهائي راح افريقيا الموسم اللي فات وليه طبعا اسباب وممكن نتكلم فيها بس الناس قالت لا احنا بنبني فريق جديد ونقدر ناخد بيه بطولات ونقدر نتحرك وكان هدف الجماهير الاول الدوري كان الناس كلها اهتمامها بالدوري بعدين جه ماتش سان داونز الناس جالها احباط شويه بس طبعا مش كل الناس بدا الاهلي يفوق وكانت بصراحه هي نقطه الانطلاق ويعني زي ما قال الشوالي استندمون فلا يعني بعد ماتش سان داونز الناس شافت اداء الاهلي اتغير وابتدى كولر كمان يكتسب خبرات افريقيا ان هو كان برضو غريب عن القاره وما كانش فاهم اللي بيحصل فيها ومش فاهم الظروف المحيطه لكل مباراه والسفر وطبعا في بلاد ما فيهاش الخدمات الكامله للفريق او الارض او الملاعب الممهده او 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 فلا في ناس كانت مؤمنه جدا ان الاهلي بعد ماتش سان داونز الماتش ده هيفوق وكان زلزال هيحرك الفريق وقد كان وكان بشرة خير بالنسبه لنا. لا انا شايف لا في ناس كتير جدا كانت متخيله ان الاهلي ممكن يوصل وبعد ماتش الهلال طبعا بعد ما صعدنا من القاهره من دي 3-0 لا الطموحات زادت وارتفعت وخاصه بعد ماتش الرجاء المغربي لا الموضوع اختلف. لا عايز اقول لك الفكره بس ان انت ساعات ايه بصدد الفرحه فالفرحه دي تتفرمل انجاز التعبير حصلت في حاله سان داونز ماتشنا مع سان داونز وحصلت لما الوداد جاب الهدف الوحيد اللي جابوه في ملعبنا في المباراه الاولى في مباراه الذهاب واخد بالك ازاي ففي ساعات الفرحه بتتفرمل بس في كل الاحوال اكيد كده كده الالقاب القاريه ليها رونقها وليها هيبتها وليها خصوصيتها وليها وضعها لما نبقى احنا الفريق الوحيد اللي في العالم اللي ماشي شبه راس براس مع ريال مدريد في الحصول على لقب الاكثر تتويجا بالالقاب القاريه بتشوفوا الحكايه دي ازاي؟ كلام حضرتك طبعا كلام سليم جدا بدليل ان احنا حاصلين على 11 مره بطوله دوري الابطال وما بتجيش بالصدفه يعني انا توقعت قبل الماتش ان احنا ان شاء الله ناخد البطوله وكان توقعي مبني على عده عوامل
اولا النادي الاهلي اداؤه في المباراه الاولى كان اداء بطولي من اللعيبه بشكل كبير جدا. لما حضرتك تيجي نروح لحته بدايه يعني في التشكيل، لما نقول مصطفى شوبير لما يجي الحارس رقم 3 يلعب اكيد ويؤدي المستوى ده، اكيد ان هو متجهز بشكل كويس جدا. فقيس على كده التيم ككل، لما يبقى الحارس رقم 3 متجهز نفسيا وبدنيا بالشكل دوت، يبقى قيس بقيه التيم عامل ازاي. طبعا الجون اللي جه فينا وده طبيعي، ان انت بتلعب وبتهاجم وعاوز تجيب الجون الثالث ممكن يحصل اخطاء، وده طبيعي اي حاجه ممكن يحصل فيها اخطاء. لكن ما كانش عندي شك حتى لما جه فينا الجون هناك ان احنا مش هناخد البطوله. ليه؟ لان اداء الفرقه الشوط الثاني اتغير بشكل كبير جدا. مستر كولر حاطط ايده على مفاتيح الفرقه بشكل كويس، اوضه اللبس منضبطه بشكل كويس. ده تشوف حضرتك في طبعا في الفرحه بعد المباراه لما الشناوي يدي ميداليته لمصطفى شوبير، فطبعا دي تقول لك ان اوضه اللبس جواها في ايه. المدير الفني اللي دايما معاه مفتاح اوضه اللبس دايما يعني الفرقه دي رايحه في الاتجاه السليم دايما. دايما حضرتك لما بتبقى مسيطر على اوضه اللبس وشكل التيم منظم بالشكل ده، لما تشوف نمبر 1 في النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ما يطلعش على منصه التتويج يودي كابتن حسام غالي، معناها ايه؟ معناها ان في نظام وفي سيستم ماشي. انا رئيس النادي لكن هو رئيس البعثه، هو اللي يطلع يسلم. هو ده الفرق بين النادي الاهلي وبين اي فرقه ثانيه. لكن في عوامل ثانيه فنيه بقى نقدر نتكلم فيها طبعا مع في خلال الحلقه، لكن انا بتكلم كسيستم عام للنادي الاهلي. ما كانش عندي شك ان النادي الاهلي هياخد البطوله. في عوامل ثانيه بقى زي الوداد وصل 6 مرات للنهائي، دايما المره الاولى بياخد البطوله، المره الثانيه ما ياخدش البطوله. احنا ماشيين كده. حتى كان في كوبايه كوميكس اتعملت على السوشيال ميديا اللي هو ها دورنا بقى المره. ايوه بالظبط كده. ايوه بالظبط كده. فانا كان عندي اللقاء قبل الماتش بيوم في قاعه القراء، فقلت لهم ان شاء الله احنا واخدين البطوله دورنا. ده يعني بيزد على الواحد مره ومره. بس يا باشا بونج بشكل فظيع. لما تيجي حضرتك تتكلم كده، وبعدين النادي الاهلي دايما في المواقف الصعبه بيبان البلس 90 دايما. فاحنا دلوقتي كان دور الماتش دوت ان احنا لما يجي فينا جون في المباراه الاولى فخلاص البلس 90 هيجي في المباراه الثانيه. يعني رجاله النادي الاهلي بتظهر في الازمات. طبعا. حتى الفرحه بتاعتهم ممتعه يعني طبعا. تحب تتفرج عليها كتير طبعا. من كتر دمهم خفيف كمان، دم الخفيف زي ما حضرتك قلت وكابتن قالت، يعني الدم خفيف والاجواء جميله طبعا. فطبعا يعني النادي الاهلي ادى مباراه يعني رائعه، لكن هو الحاجه الوحيده اللي ما كانتش عجباني كان الحكم بصراحه. اه لا ده تسيمه يعني في حته ثانيه خالص بعيد عن اللقاء. هنيجي للملف ده لان ملف التحكيم محتاجين كمان نقارنه بالازمنه السابقه ونشوف اذا كان في قانون ولا لا. استاذ شادي برضو خلينا نروح نعلق شويه على قصه هنا تاهلنا لكاس العالم للانديه للمره الرابعه على التوالي والتاسعه في تاريخ النادي الاهلي. يعني مش بتيجي بالصدفه، ولو ان حتى البعض قال لك لا ده كله بالصدفه، ما بتجيش بس فيش حاجه بتيجي بالصدفه. انت بتجتهد، بتشترك في بطولات مختلفه، بتشتغل على ان انت تفوز، كل ده بيؤدي في النهايه ان انت بتمثل مصر في محافل دوليه زي كاس العالم للانديه. فخليني بقى اروح معاك لسؤال شويه جريء. هل احنا برضو هنشارك النسخه دي واحتماليه فوزنا او الرانكينج بتاعنا او الترتيب بتاعنا هتكون زي كل مره، ولا فرصتنا اكبر لان الظروف دلوقتي افضل الى حد كبير والثقه اعلى والمستوى بتاع اللعيبه كمان في ثبات؟ يعني كنا بنشوف، مش عايزه اقارن بين كولر ومدربين فنيين اخرين، لكن كولر استطاع بنجاح جدا ان هو يعمل تثبيت كمان وثبات في المستوى الفني الرائع للعيبه. الروح المعنويه افضل بكتير، الشق النفسي افضل بكتير. فخليني اخد وجهه نظرك هنا. لا هو ما فيش حاجه بتيجي بالصدفه خالص في كره القدم بالذات، حتى ممكن لما نقول ايه في توفيق زياده، عشان في اجتهاد بزرق. عشان في فرقه وفي منظومه كامله شغاله بشكل احترافي قوي جدا. اما كاس العالم للانديه لا، انا يعني شايف المره دي هتبقى مختلفه شويه. طبعا العوامل اللي حضرتك قلتيها، لكن في كمان نقدر نقول في تدعيمات هتحصل للفريق في بعض المراكز اهمها راس الحربه. هيبقى الموضوع هيبقى مختلف شويه، زائد كمان ان انت هتلعب في السعوديه، الموضوع كمان هيبقى جماهير عليه عامل كبير جدا جدا. وبالمناسبه انا بالفرصه دي عايز اتكلم على جماهير اللي حضرت ماتش الوداد
الجماهير المصريه ان هم تقريبا ما كملوش 1000 بس عملوا ملحمه هناك شيء عظيم جدا. ما يعني الهتاف 90 دقيقه وبعد ال 90 دقيقه كمان استحقوا كمان توجه كابتن محمود الخطيب طبعا المكسب ده كله طبعا والناس دي عملت كمان دخلة عظيمة جدا 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 وحصلت مشكلة كبيرة جدا في المغرب هناك للألتراس الوينرز هناك اللي هو الألتراس الوداد لأن الجماهير الأهلي رد عليهم الدخلة والحاجات دي بتبقى سرية جدا لما هم عملوا الدخلة بتاعتهم جماهير الأهلي رد عليهم يعني فيما معناه أن هم كانوا عارفين الدخلة فردوا عليهم في الوقت نفسه فدي كانت مشكلة كبيرة جدا حتى حصل مشاكل هناك كمان بسبب موضوع الشماريخ اللي ولعت كان لقطة غريبة صح على فكرة ناس كتير شافت ان اللحظة اللي احتفل فيها جماهير الوداد بالفوز المبكر التيرن اللي حصل للأهلي بالظبط كده الخمس عشر دقايق اللي الامور وقفت فيهم الماتش وقف فيهم طبعا لعدم وضوح الرؤية خالص ناس كتير شافت ان في الفترة دي تحديدا الأهلي رجع يلملم اوراقه وكولر عارف يعني يستفرد باللعيبة ويضخ فيهم برضه صحيح يعني دوت وجه لهم سهام النقد كمان بشكل كبير جدا قال لهم ليه يعني انتوا بتعملوا كده ليه احنا خلاص يعني مفيش وفعلا الماتش اتحول بعد اللقطة دي الأهلي خد نفسه قدر كولر يجتمع باللعيبة لملمهم الدنيا اتغيرت خالص بعد اللقطة دي ودي كانت نقطة تحول سر المباراة أما كأس العالم للأندية لا يعني أنا لا المرة دي إن شاء الله أنا متفائل خير كولر كمان أنا متفائل بيه جدا من أول ما جه مدرب عنده سي في محترم راجل هادي راسي ناضج عايز يعمل حاجة يعني احنا عندنا نوعين من سويسرا مدربين سويسرا سويسرا شبرا البلد وسويسرا اللي جاي ايه سويسرا المحطه اللي ما لحقش وقال لك لا انا ماشي زي فايلر لا كولر مدرب محترم جدا عنده فكره وما بيسمعش الصوت مثلا انتقاد جماهيري او اعلامي هو مركز جدا في شغله الراجل ردوده كمان كانت واضحه جدا في كل المشاكل والازمات اللي عرضها للنادي كفايه مؤتمر الصحفي اللي كان في المغرب قبل المباراه يعني الراجل رد عليهم ردود افحمتهم كلهم فعلا وعمره ما بيعول الخساره او المكسب على حاجه دايما عليه نفسه المره الوحيده اللي طلع اللي جواه لما اتكلم عن النقطه حضرتك ذكرتها اللي هي التحكيم قال لك انا عمري ما شفت ده في العالم صحيح هي كانت مباراه قبل المباراه موضوع المؤتمر الصحفي اللي زي ما الاستاذ شادي قال هي كانت مباراه قبل المباراه كابتن شناوي والمدير الفني عملوا بدأوا المباراه بدري جدا في المؤتمر الصحفي ليه؟ لان هو مش عاوز يفتح مجال في اوضه اللبس للكلام على التحكيم بشكل كبير جدا وده المدير الفني اللي عنده خبرات عاليه اللي هو يبعد اللعيبه عن الضغوط وعن الكلام في التحكيم هو اللي بيطلع يتكلم ومن حقه ان هو انا المدير الفني انا من حق اطلع اتكلم على التحكيم لكن اوضه اللبس مفيش لعيب طلع يتكلم خالص ولا جاب الموضوع ده خالص ودي حكمه المدير الفني اللي عنده خبرات عاليه وبعدين النادي الاهلي في المقابل بقى يعني لو تسمح لي واسف على المقاطعه بس احنا بقى محتاجين نتكلم شويه عن التحكيم الحقيقه نظرا ان هو ابتدى يشكل ظاهره كونيه في الفتره الاخيره ومن سخريه القدر يا استاذ شادي ان ساعات تلاقي تعليقات من بعض جماهير الفرق المنافسه يقول لك يا عم الاهلي بيفوز بالتحكيم في نفس الوقت اللي لعيبه النادي الاهلي بجهازه الفني بجماهيره واحنا الاثنين على وشك نتشل من غرابه التحكيم اللي احنا بنتعرض له فالملف ده ليه دايما فيه عوار ليه دايما عندنا مشكله مع التحكيم وكان فيه يعني مش عايز اقول كلمه مؤامره افريقيه تجاه النادي الاهلي بجد انا كنت بتفرج انا وولادي على المباراه ولادي انا عندي يعني ان جي يعني مش في الكوره قوي يعني لكن قالت لي الحكم ده غريب جدا يا بابا يعني ايه مش في الكوره نطقت يعني نطقت قالت لي الحكم ده غريب جدا ايه الحكم ده فيعني انا اقول لحضرتك احنا بتفكرنا الماتش ده بالافلام الابيض والاسود بتاع زمان جدا جدا يعني ما شفتش حكم انا كده خالص على الانذارات اللي ايوه وبعدين يطلع يحضن في اللعيب دوت ويزق اللعيب ده انا ما شفتش كده خالص يعني ايه اللي انت بتعمله ده مش فاهمك انا يعني انا قاعد انا مش فاهمه بس احنا هنتكلم عن الحكم بتاع المباراه الاولى كمان كان صعب جدا وعلى مؤاخذ كبيره جدا هو الحقيقه التحكيم في افريقيا نقطه سوداء عندنا مشكله من زمان لا صعب قوي مش شايف اي تطوير فيه ومش فاهم ليه حتى يعني لو في حكم كويس اعتزل ما بيجيش بداله فاحنا يعني طول الوقت تخوفاتنا كلها بتبقى من التحكيم مش من حاجه ثانيه صحيح انت دايما بتدور على فير بلاي انت مش عايز اكتر من فير بلاي يعني لكن ده مش محقق الى حد كبير ده في فاولات كارثيه في المباراه فاولات كارثيه وبعدين يقول العب انا مش فاهم مبادرك ازاي وبعدين لما جبنا الجون
ادى وقت ضايع بعدين ادى زود الوقت الضايع، تحس ان هو عاوز يلعب لتاني يوم، بس هو لو قعد ثلاث ايام احنا خدنا البطوله خلاص. صحيح. يعني الموضوع انتهى. بس كنا على اعصابنا برضه الثمان دقايق. لا لا والله ما كانش يعني عندي زي تشك ان، لان اللعيبه بدات تقف، التمركزات بدات تبقى كويسه، التغييرات بدات تبقى. ما انت على اعصابك مش علشان اللعيبه مستواها هيبقى وحش، بس عشان انت خايف اي حاجه خارجيه تحصل. انا كنت يعني خايف بس ان هو يحسب اي ضربه جزاء وهميه. مثلا والشد اللي حصل بين اللعيبه، ما لقيت فجاه يعني ايه التوتر اللي حصل في الملعب ده، خوفنا ان يبقى في اي حاجه تحصل. صح كلام مظبوط. انا النقطه دي عايز اتكلم فيها بقى. احنا كنا عندنا مشكله كبيره جدا مع فرق شمال افريقيا، منتخبات وانديه، ان هم بيمارسوا علينا ودايما ضغوط رهيبه، ودايما كنا بنخسر المعركه دي، ان هم يقعدوا يقعوا على الارض وبيسموها كده بالبلدي وعلى السوشيال الكلحه الكرويه. فكانوا بيكسبونا وكانت بتاثر في النتائج مباريات كتير جدا. انا شفت الاهلي الحته دي اختلفت، وبقى هم اللي بيصدروا الازمه النفسيه للفرق في شمال افريقيا، وده بان في الماتش الاخير وماتش مباراه الرجاء والترجي. بس بينتج عن ده برضه استاذ شادي، في كتير من الاحيان بتشوف مظاهر لغل مش كروي بقى، طبيعي يعني، فاهم، بنعدي مرحله الغل الكروي. صحيح. وندخل في حاجات وتحسها يعني في شخصنه للامور، في مناوشات غير طبيعيه. والاجواء بتبقى مش عايز اقول حماسيه، مش حماسيه كده، هي الموضوع بيوصل عدائيه. ايوه بالظبط، بتوصل لعدائيه. طب انا مش فاهم ليه كده، انا بتفرج قبلها بيوم نهائي شامبيون ليج دوري ابطال اوروبا، لا الموضوع مختلف خالص، ما فيش الكلام ده يا جماعه. ده يعني احنا بعيد قوي، الفكر ده بعيد قوي عن مصر افريقيا. لا وشفنا فيه حتى في الشوط الاول او في ماتش الذهاب في عنف من قبل اللعيبه. مش عايزين نطلع ننتقد، بس احنا بنقول شواهد بانت بالعين. صحيح. المجرده كان يشد الشكل، كان اسمه ايه اللاعب اللي شد ياسر ابراهيم من التيشيرت، كان بيوقعه على الارض. يعني حاجات فيها مش منطقيه حتى ابدا، عيب يعني. ثقافه إيه؟ عندهم هي ثقافه بس عندهم. بس الشماريخ دخلت ازاي؟ لا يعني انا عايز اعرف الشماريخ ازاي. ده كان في خط انتاج مش بيقول واحد ده وادير شغل في شبروكه تحت برضه، ده في خط في مصنع حاجه مش طبيعيه. ماتش ده سؤال في محله حقيقي. في ماتش ازاي؟ في ماتش الترجي اللي حصل فيه الازمه كبيره، الراجل داخل بمنشار خشب، يعني اللي بينشر الخشب ده مثلا. ده ماتش سيء جدا. حرام اصفر عن يعني وفاه فتاه 23 عام. لا انا بتكلم على الترجي مش الرجاء، الترجي بتاع تونس اللي هو حصل بسبب العقوبات على جماهير الترجي. ومنعوهم من ان هم يكونوا. لكن الموضوع مسموح اللي هو دخل شماريخ ودخل ده داخل بمنشار، يعني الموضوع صعب. فاضل ايه؟ فلا الموضوع بيبقى هو عندهم الثقافه دي. فرق للأسف. شمال افريقيا الالترس عندهم، هم بدايه الالترس ظهر في افريقيا عند دول شمال افريقيا، المغرب وتونس بالذات. فثقافه الشماريخ دي عندهم منتشره بشكل كبير جدا. لما حبوا يعملوا استعراض الشماريخ او البير شو اللي عملوه ده يعني فرض عضلات. المفروض في اتحاد افريقي لكره القدم، وده اللي مخلي سؤال نهاوند في محله فعلا. صحيح. يعني هذا الكم من الشماريخ دخل ازاي؟ ما مسموح، مش 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 زي عندنا. احنا عندنا الموضوع فيه ريستريكشنز يعني مسموح هناك. لا وزي ما الكابتن هوند قالت، يعني اللعيبه اللي بتقع والكلام ده، انا اشتغلت كتير في السعوديه مع مدربين توانسه زي ما الكابتن شادي حضرتك والكابتن هوند بتتكلموا. هي بقى في المدرسه ديت كلهم بيعتمدوا على حاجه اسمها تكسير ريتم بالنسبه للناحيه الفنيه. يعني لما نيجي نتكلم فنيا اسمها تكسير ريتم، لما يبقى الريتم عالي بتاع الفرقه الثانيه وهو مش قادر يجري الريتم العالي ده، فبيعمل حاجه اسمها تكسير ريتم، اللي هو ايه، واحد يقع والثاني يطلع، وده واحد ياخد انذار، وواحد يتعمد يعمل مشكله عشان يعطل اللعب شويه. دي بيسموها المدربين، انا اشتغلت طبعا مع الصعيد ده كتير جدا في السعوديه، بيسموها تكسير ريتم. يعني ده ناحيه فنيه بيشتغلوا عليها المدربين اللي هم بتوع المغرب وتونس، يعني ناحيه فنيه يعني. وبياخدوها في الدورات بتاعتهم. ازاي تكسر ريتم الفرقه الثانيه، يعني مدير فني بيوجه اللعيبه ان في بعض الاحيان يلجأوا للطريقه دي، يعني عند الضغط انا عايزك تقع من طولك في وسط الملعب وتعمل ميت، واعمل ممكن اعمل فاول تكتيكي اعمل فيه تكسير للريتم وافضل واقع شويه كتير، وبعدين ينزل الدكتور وبعدين يطلع الدكتور واحد ثاني يقع، ده عشان يهدي ريتم الماتش. لو انا مثلا بعمل ضغط عالي من فوق، او انا ريتم الفرقه بتاعتي ريتمها عالي جدا، فهو عشان مش قادر يجري الريتم العالي بالناحيه الفنيه فبيعمل حاجه اسمها تكسير للريتم، على اساس ان هو يشتغل الناحيه الفنيه بتاعته مش قادر يجري، ولا البدنيه ان هو قادر يجري الفرقه الثانيه، ف
فبالتالي بيبدا يعمل موضوع تاكسي ان هو يبدا يقع يطلع الكوره بره ينزل الدكتور. وهتلاقي سياسات اللعيبه وكولر وكل المديرين الفنيين فاهمينها او على قرايه بيها. يعني حضرتك برضك لو انت تلاحظي لما لعيب يقع هتلاقي الدكتور ما بينزلش بسرعه ما بيعملش الاسبرينت. لا دي مؤامره بقى. الموضوع كده مش حلو. ده مسلسل بتعمل عليه. ايوه لو حضرتك لو جبت اي لقطه من المباراه وركزت فيها هتلاقي ان الدكتور لما لعيب يقع من الفرقه الثانيه دي هتلاقيه بينزل بطيء وعلى مهله. أيوه أيوه. وهو طالع يقعد يدي ده ميه. الرفايع دي مش بتسيء في نهايه المطاف لكره القدم الافريقيه؟ طبعا. ولجدوى وفاعليه الاتحاد الافريقي لكره القدم. طبعا طبعا طبعا. ومحدش بياخد اجراء. هيبقى الوضع على ما هو عليه لغايه امتى بقى؟ الاجابه ايوه مش هنقدر نقول لك حاجه. ايوه نضحك عليك. ايوه وظبط نفسك على ايوه هو ده النظام بقى. ده النظام. هي سمه للكره الشمال افريقيا ان هم لما يبقوا كسبانين هيقعدوا خصوصا لو فريق كبير زي الاهلي لا انا ببقى نازل اجيب جون وانام عليه خلاص بقى كده انا مش عايز حاجه اكتر من كده. وهما طول الوقت بيهتموا معانا السياسه دي في سواء منتخب مصر او الاهلي فلا لا هي سمه وهتفضل سمه والمشكله يعني الحكام ما بيرحمكش للاسف كمان. للاسف الشديد بما انك ذكرت بقى استاذ شادي المنتخب خلينا ننتقل شويه للمنتخب وعايز اقف عند اللقطه الحلوه اللي كانت المنتخب في المعسكر في استقبال بقى لعيبه الاهلي يعني حلوه دفعه معنويه حلوه الكيمستري اللي بتبقى بين المنتخب او حتى الفريق بتبقى حلوه لما بتبقى بالشكل ده خصوصا ان انت دلوقتي بتتكلم ان الانتصارات اللي حققها الاهلي وان هو بقى ينضم للمنتخب وان هو دلوقتي يبقى عنده مباراه كبيره اعتقد ليها برضو مميزاتها بشكل كبير او الكف عندك خلينا نقول ارجح شويه خلينا نبدا من هنا. طبعا المدير الفني بتاع منتخب مصر ذكي جدا هو استفاد من الناحيه المعنويه بتاعت لعيبه النادي الاهلي لان هو قام المنتخب بالتشكيل الاساسي 50% من النادي الاهلي بالظبط 50% بالظبط يعني لما نيجي نتكلم عن حراسه المرمى الاثنين سيد باكات الباك رايت محمد هاني لولا ان علي معلول تونسي كانت هتلاقيه موجود يعني ما بقيناش نحس انه تونسي ده عندنا مصري انا بتكلم بالنسبه للمنتخب هلا طبعا مفهوم فهتلاقي خمسه اساسيين في تشكيله المنتخب يعني 50% من قوام المنتخب وتزيد عليهم كمان محمد الشناوي يعني هو اصلا 50% من الفرقه فبالتالي يعني 90% من قوام المنتخب مع الثلاثه اربعه اللي هم مع بقيه الفرقه المحترفين هو ده قوام المنتخب فبالتالي هو استفاد جدا من البطوله كناحيه معنويه في استقباله لعيبه النادي الاهلي وضع طبيعي جدا لان هو استفيد منها معنويا وبدنيا لان هم فورمه عاليه جدا وصلوا يعني مباراه العوده دي بتاعت الوداد اللعيبه وصلت للتوب فورم بتاع النادي الاهلي فهم بالتالي بدنيا وذهنيا وفنيا جاهزين للمباراه فبالتالي انا اقدر استعين بيهم بكل ثقه وهم هيبقوا اضافه قويه للمنتخب فالاستقبال في حد ذاته هو زي ما قلت لحضرتك اي مدير فني عاوز ينجح بيعتمد على اوضه اللبس دي حاجات من حاجات اوضه اللبس اللي هو تكاتف اللعيبه الحب ما بينهم يعني زي ما انا شفت في بدايه اللقاء انت وكابتن نهوان يعني في نقاش وفي بتحضروا وبتتكلموا في الحلقه ما هو ده عشان تنجح حضرتك لازم تحضر صحيح بيبقى ليها تجهيزات الجاهزيه ممكن تبقى متحققه بشكل فردي في اللعيبه وبصفه خاصه لعيبه النادي الاهلي وبطبيعه الحال كمان طبعا المحترفين تمام. لكن فكره ان انت مش بتقعدي مع بقيه العناصر وقت كافي مفيش معسكرات كافيه انا بتكلم فيما يتعلق بالهارموني ما بين اللعيبه فعندك لعيبه عايشه اصلا بره مصر فبتيجي زمان وقت معين محدود فهل الوقت ده كافي اقول لحضرتك دي نقطه مهمه جدا زمان كان يقول لك ايه اصل اللعيبه مفيش تجانس في الفرقه بقالنا شهر بس بنعمل اعداد ومعسكرات ومفيش تجانس الكلام ده اتلغى من زمان قوي من الناحيه الفنيه الكلام ده بقى قديم جدا ليه السلام. بقى اقول لحضرتك دلوقتي لعيبه المنتخب بتتجمع 3 ايام قبل الماتشات في كل انحاء العالم وبيلعبوا وخلاص هو لعب قبل كده معاه وحافظ التحركات وبعدين المحلل الفني دلوقتي بقى ليه دور مهم جدا على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الجماعي بالنسبه للتيم انا دلوقتي لما باجي اقعد بعمل محاضره فيديو بشوف الفرقه الثانيه وبشوف تحركاتها وكل لعيب من الفرقه بتاعتنا بياخد الشغل اللي هيشتغله هنا لما الكابتن شادي يطلع من هنا انا هخش كده حضرتك كابتن هوندا هتعمل لها كوره وهكذا في شغل بيتعمل في اوضه اللبس فني بيحضر للمباراه بنسبه 50-60% فبيلغي الموضوع ان انا ايه فتره التجانس اللي هي زمان كنا نقول لك نعمل تجانس عشان في لعيبه جديده ولعيبه قديمه طب ما المنتخبات كلها على مستوى العالم 3 ايام صحيح. بيتجمعوا وبيلعبوا وبيقدموا مباريات كويسه لكن احنا كمنتخب مصر دايما نتائجنا بتبقى عاليه جدا ليه في التجمعات اللي هي فيها زي بطوله افريقيا زي لان
احنا طريقه يعني التعامل الشخصي ما بيننا بيعتمد اكتر على كده، لكن احنا بنتكلم على مستوى العالم. اتلغى الموضوع ده من زمان ان انا في التجانس ولازم نقعد في الطاوله عشان لعيب تتجانس مع الفرقه. لا، في لعيب يقدر يشيل يتحمل المسؤوليه والضغوط، وفي لعيب ما يتحملش، بس هو ده الفرق. صحيح، وفي مدير فني يتحمل الضغوطات وفي مدير فني لا يتحمل الضغوطات. وعايز اروح معاك استاذ شادي النقطه دي، لان لسه انا وكريم كنا بنقول احنا عايزين نشوف منتخب فيه استقرار الى حد كبير، ومش عايزه بقى يبقى فيه حكم من قبل الجماهير اللي هي عندها شق العاطفي غالب شويه، اللي هو لعبنا ماتشين حلوين مع فيتوريا الراجل ده رائع، ما لعبناش زي ما حصل قبل كده يعني نقوم لا خليه يمشي. يعني ده صعب جدا، وده اضراره على المنتخب وحشه. اه طبعا طبعا، زي ما حصل طبعا مع كابتن ايهاب جلال، ومشهد كان سيء جدا يعني، وقبليه كابتن حسام البدر، وقبليه كابتن حسام. يعني انا عايز اقول لا يليق بصراحه. عايز طبعا عايز بس اقول حاجه، ان ليه احنا نجحنا في 2006 و2008 و2010؟ انت عارف قوام المنتخب، تبقى عارف القائمه اللي هيختارها كابتن حسن شحاته، ولو في تغييرات غير واحد او اتنين مركز او اتنين بالعافيه يعني. تمام، فانت اللعيبه كانت عارفه بتلعب ازاي، وفي استقرار فني واداري، وكانت الفتره الذهبيه للمنتخب مصر. دلوقتي انت كل فتره بتتغير القائمه، بتبتدي في لعيبه جديده بتخش، في لعيبه بتخرج، انت نفسك اراهن ان حد عارف القوام الرسمي او اللي ممكن نخش بيه ام افريقيا لو بكره. لا، ما حدش هيبقى عارف، لان انت بتغير كل فتره، فهو هياخد وقته يعني. فيتوريا هياخد وقته، هيبتدي يقف على اللعيبه الاساسيه او التشكيله الاساسيه اللي هيبتدي بيها كل مباراه والقائمه الاساسيه بتاعته. بس انا حابب اقول لك حاجه، زي الكابتن ياسر ما قال، احنا ليه بنتفوق في التجمعات الطويله؟ عشان هي احنا محتاجين تجمعات، ما دي بتتعالج البطولات المجمعه. النقطه السلبيه اللي احنا بنقولها دي بتتعالج في البطولات المجمعه، اللعيبه بقى بتقعد مع بعض والقوام الاساسي موجود، ونبتدي نبني على ده، وبناء عليه بنقدر نوصل لمباراه نهائيه او ناخد البطوله او او او. زائد طبعا انت دلوقتي عندك ميزه عظيمه قوي، اللي هي ايه؟ انت لعيبه الاهلي جايه بثقه، تقدر تستحمل اي ضغوط. بالمناسبة ان انت تلاقي لعيب يستحمل اي ضغوط وعنده شخصية في الملعب، ده مكسب عظيم جدا في اي مباراة، وده اللي هيعتمد عليه فيتوريا، بدليل هو ضم 9 لاعبين من الاهلي عشان وخدهم من دار للنار. فلا، فهو يعني الموضوع ده هيفرق معاك جدا، وهيفرق مع المنتخب جدا، والفترة الجاية ان شاء الله يعني هيبقى فيه ان شاء الله نتائج ايجابية، ونقدر نرجع تاني للمنتخب مصر يبقى مرعب لفرق افريقيا كلها. على فكرة التفصيلة اللي ذكرتها نهاوند، نقدر نقول الى حد بعيد يعني ان هي جزء من الموروث العربي، يعني فكره ان اللي نرضى عنه لانه عمل ماتش حلو نشيله على كتافنا، واسم الله عليه اسم الله عليه. نفس الشخص لو عمل ماتش اللي بعديه وحش نبص لبعض ونقول ما معناه، مين المغفل اللي جاب الراجل ده بكاء يعني. ليه دي طبيعتنا؟ ليه ده موروث؟ زي ما حضرتك قلت بالظبط يا كريم، انت قلت دلوقتي ان ده موروث، احنا عندنا فجاه نطلعه سبع سماء ونهبله في الارض بعد ده نتيجه سلبيه، وعن اقتناع في الحالتين. وتلاقي المباراه جاهزه في الحالتين ومقنعه. صح. هو الموضوع ده على فكره مش في مصر بس يعني، لا بالكم ده ما فيش. اقول لحضرتك يعني في انديه بتروح بتقعد على البطوله اربع مواسم، ما حدش بيقول غيروا لي المدير الفني. ده 1% يا كابتن هوا. لا ازاي؟ اقول لحضرتك، قول لنا يا كابتن. لا انا مش مختلف معاك. لا لا عادي اتفضل. بس انا بقول ايه، ان ده بيحصل على مستوى العالم يعني. انا مثلا بشتغل في كذا دوله عربيه، اشتغلت في ماتشات يبقى المدرب ماشي ما شاء الله كويس جدا، ويجي مثلا يلعب مع ديربي ويتغلب مباراه. انت بتتكلم عربيا، احنا بنتكلم عالميا. عالميا يعني عالميا ده لا يحدث. لكن انا بكلمك على مستوى الدول العربيه بيحصل الكلام دوت، لكن مش زي اللي حصل مع كابتن ايهاب. يعني لكل قاعده يعني شواذ، لكن اللي حصل مع كابتن ايهاب ده كان غريب جدا. يعني راجل حتى ما لحقش يمرن الفرقه ثلاث اربع مرات. ويعني انت لو انت مش مقتنع بيه من الاول جبته ليه؟ وهذه المشكله، انا لازم اختار المدير الفني كويس من الاول. عشان كده في اختلاف، نرجع للكلام دوت، في اختلاف جديد ده يعني جامد جدا بيننا وبين السعوديه مثلا في موضوع المدربين. هم السعوديه بيعملوا ايه؟ عملوا لائحه من السنه اللي فاتت ان المدرب ما يشتغلش الا في نادي واحد فقط لا غير. المدرب اول ما يمشي من نادي يركب الطياره ويروح على طول، ما ينفعش يشتغل في اي نادي تاني، استحاله. فده لو اتطبق في مصر
هيبقى المدرب لما يجي يروح نادي والنادي ما يسمحلوش اكتر من اثنين مدربين. لكن هم عملوا كده مع المدربين اللي غير سعوديين، لكن المدربين السعوديين يقدر يشتغل في ناديين. المدرب المحترف يشتغل في نادي واحد فقط، لكن النادي ليه اثنين مدربين بس. فلو نقدر نعمل اللائحه دي في مصر ان احنا نعمل المدرب يشتغل في نادي واحد فقط لا غير، والنادي يجيب اثنين مدربين، يبقى هنا هيتطبق معايير واختيار المدرب كويس جدا. مش انا اجيب صاحبي والوكيل ده يجيب دوت ودوت معدي من قدام النادي يخش يشتغل وبعد تمرينتين لا التمرين بتاعي مش عاجبه، لا اصل ده بيلعب دفاعي، لا ده بيلعب هجومي، ويحصل نفس المشكله اللي قالتها كابتن نهواندي وعملت بيها المشكله دي. طيب بص بقى، احنا هنروح فاصل، بس قبل الفاصل هنعرض لقطه كانت جميله جدا والناس كتير عملت لها شير تحديدا امبارح، لان هي لقطه الكابتن محمود الخطيب والحركه اللي عملها مع ازازه كانت موجوده، اعتقد حضراتكم شفتوها طبعا. خلينا على اول مره يعني، والموضوع كان في اقل من ثانيه تقريبا يعني، فناس كتير شيرت ده. تحس ان التالنت كده كده موجوده مهما كان سنك كام يعني، ما فيش حاجه اسمها كبرنا بتاع بطلنا. ممكن ينطق غطا الازازه، مش الازازه نفسها. أيوة الغطا أيوة نفسه مش اول مره على فكره. محمود الخطيب الاسطوره. صحيح. هنروح فاصل سريع وهنرجع مع ضيوفنا اكيد كابتن ياسر والاستاذ شادي، خليكم معنا. من جديد لعشرة صحف الاهلي والضيوف اللي منورنا الاستاذ شادي محمد الناقد الرياضي وكابتن طبعا ياسر مصطفى نجم النادي الاهلي السابق، واحنا بنتفرج يعني من واحنا في الفاصل. الحقيقه كان في حوارات شيقه جدا كانت دايره ما بيننا احنا الاربعه، وفي شويه تفاصيل مهمه استاذ شادي اشار اليها برضو هنرجع لها خلال دقائق، وفي تفصيله كابتن ياسر قالها فكره توجه كابتن محمود الخطيب بمجلس الاداره وتحيه الجماهير اللي كانت موجوده في ماتش الاهلي والوداد. لقطات نادره يا كريم. إيه قال لك ما تطلعش غير من لعيب كوره. بالظبط. بالظبط. لان لعيب الكوره دايما بيحس بالجمهور. بص كابتن خطيب وهو بينطق الازازه ما يعملهاش برضك. أيوة. الا يعني لعيب جامد قوي. وكون انه ياخد مجلس الاداره دي يعني هو كابتن للفرقه اللي هي مجلس الاداره دي، فرقه النادي الاهلي كمجلس ده دول تيم لوحديهم، فهو خد فرقه النادي الاهلي راح بيهم للجمهور. دي لقطه ما يعملهاش الا لعيب كوره، ولعيب كوره كبير كمان، مش اي لعيب كوره يعرف يعمل دي. لان كون ان ياخد مجلس اداره كده كتيم ويروح للجمهور بالشكل دوت ويسقف للناس ويشكرهم، طبعا دي ما يعملهاش الا يعني حد يعني لعب كتير واخلاقه عاليه ومدرك قد ايه المجهود اللي بيبذل من قبل الجماهير. ناس بتستلف وناس بتسافر وتاخد اجازات وحاجات كتيره جدا عشان كل النقطه دي تاخدين. يعني دي ميداليه في حد ذاتها للجمهور طبعا، وبنشكرهم طبعا على المجهود اللي عملوه مع الفرقه وان هم وقفوا مع الفرقه. واللقطه دي يعني تتدرس طبعا، يعني مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل، وعلى فكره هم مسافرين على حسابهم الشخصي، كل مجلس الاداره مسافر على حسابه الشخصي. فدي لقطات تدرس يعني الحاجات اللي اتعملت في المباراه. انا شايف حضرتك في الفاصل يعني بتغني وكابتن هوندي بتغني. انا بسقف. هي شاركت بالسقف وطبعا. فالموضوع يعني كبير يعني. استاذ شادي كنت بتقول لنا ايه بقى في الفاصل انا ولهوندي، حاجه ليها علاقه بترتيب الاهلي قفز للمركز الخامس عالميا وفق الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء، متفوق على انديه كبيره قوي منها بايرن ميونخ. فطبعا ده حاجه عظيمه جدا جدا ومشرفه جدا جدا جدا، واعتقد ان هو كمان يعني هيقفز مراكز ثانيه قدام، لان ما كانتش حسبت اخر مباراتين اعتقد او اخر مباراه او مش يعني مش عارف بالظبط هيبقى كام، مش عارف بيحسبوها بالظبط كام، بس طبعا دي حاجه مشرفه جدا. زائد طبعا ان انا عايز اقول ان الاهلي حقق 11 بطوله افريقيه على حساب 11 نادي، يعني يعني ما فيش نادي متكرر كويس. ويعني على حساب مثلا ثلاث انديه من تونس، الترجي والصفاقسي والنجم. فلا الاهلي من حاجه مشرفه قوي قوي قوي، وناس هتفخر بالنادي الاهلي. كنت بتقول لي كمان على فكره ان ال 11 مره احنا فزنا فيهم على فريق مختلف. بس قبل ما اروح للتفصيله دي، بص في شوط كده يعني تلاقي كابتن سيد عبد الحفيظ ورا هو اللي ماسك الكوره عشان يديها للعيبه عشان عمليه تضييع الوقت اللي كنا بنعاني منها هناك. اخدت بالي منها ساعه في وقت الماتش، وقد ايه عنده حرص وخوف على الوقت، وان الماتش ما يهربش من اللعيبه خالص. كولر اول مشهد الاولاني واديها 43 من الشوط الاولاني. فلو حضرتك نزلت بالصوره شويه هتلاقي التايم موجود في ناحيه الليفت، الدقيقه 43. فطبعا كان الاهلي مغلوب 1-0، بالتالي هو بحس لعيب الكوره سيد عبد الحفيظ بحس لعيب الكوره
هو برضك عاوز يلعب يعني طبعا صراحه صعب مش يحدف الكوره يعني نفسنا بنتفرج على الماتش يعني عاوزين ننزل نلعب يعني دي فرقتنا وال 11 كاس من 11 فرقه مختلفه انت واخد من ثلاثه من تونس وثلاثه من فرق جنوب افريقيا وواحد من غانا وواحد من السودان واحد من الكاميرون ومن مصر اللي هي سنه 20 ومن المغرب برضو واحد في كده تقريبا في فرق شمال افريقيا فاضل لك الجزائر ما خدش منها خالص اي بطوله لسه ان شاء الله ناخدها في السوبر طبعا انجاز رائع اكيد طبعا يعني طبعا وان شاء الله ناخدها في السوبر ان شاء الله ما يمنعش طب ما تيجوا شويه نتكلم في تقريبا ال 10 دقايق اللي فاضلين لان ده سؤال مكرر وسؤال البعض من الضيوف يقول لك حلول لي والبعض يقول لك والله مهما قلنا حلول ما فيش حاجه هتتغير فاقبلوا الوضع زي ما هو عليه هي فكره المنظومه الكرويه ودور الفيفا ودور الكاف انا كانديه لو انا عامل اللي عليا وهتكلم عن نفسي تحديدا النادي الاهلي انا عامل اللي عليا بشكل كبير جدا بس لازم الفيفا ولازم الكاف يبقى ليهم دور كمان مساعد فممكن ندخل يعني في الملف ده بقى من الزاويه دي ولا حابين كمان تضيفوا حاجه؟ لا انا حابب بس اتكلم على الملف اللي حضرتك فتحتيه ده الموضوع هنا بيفرق انت قوي ولا لا؟ سيك بقى من اللي هو بيتقال واللي تقصد يعني المغرب طبعا طبعا انت قوي ولا لا؟ يعني انت لو انت قوي في الفيفا او في الكاف لا انت بتقدر تحرك الامور بشكل هو المقر عندنا ولكن القوه معروفه للاسف السيطره فين يعني وبعدين يعني عندي المقر وبعدين انا استفدت ايه بالزبط. لا قبل كده مصر هديكي دليل انت ماتش مصر النهارده ليه ما تاجلش يوم او اتنين يعني احنا مش قادرين ناجل يوم او اتنين ايه اللي هيحصل لو تاجل يوم او اتنين يعني انا مش شايف اي مشكله لو تاجل لعيبه الاهلي لسه مخلصه ماتش اول امبارح او من يومين بالظبط ما فيش حتى استشفاء ما لحقوش يعملوا استشفاء فلا يعني في حاجه تفاصيل صغيره في حاجه كمان زي استكمال للكابتن شادي اللي حصل معانا احنا السنه اللي فاتت في النهائي لا 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 ده كان كارثه كارثه يعني لما حضرتك تيجي تقول العب النهائي بدل ما العبه في ارض محايده او العبه في ملعب الفرقه الثانيه العبه على ارضه وفي نفس الوقت ماتش واحد ازاي يعني مش فاهمها ومش ده بس يا كابتن ياسر ده انت كمان مشكله كاس العالم للانديه اللي انت نص لعيبتك كانت في بطوله والنص الثاني بيلعب كاس العالم للانديه ايوه صح فبالتالي بيحصل معانا حاجات غريبه جدا وده معناه ان هو في خوف من النادي الاهلي لما تيجي حضرتك تتكلم على زي ما كابتن شادي قال على كاس العالم للانديه لما تيجي تتكلم على نهائي دوري الابطال يتلعب على ملعب الفرقه الخصم دي غريبه جدا يعني ما حصلتش يعني اول مره تحصل على مستوى العالم فبالتالي طبعا في ايد خفيه مش عاوزه النادي الاهلي تاخد البطولات يعني هو بدليل ان ده حصل طب احنا واحنا لعبنا في المغرب وخدنا البطوله من المغرب ده الطبيعي لكن السنه اللي فاتت عمل يعني على النادي الاهلي من كل الاتجاهات حاجات غريبه جدا بتحصل صحيح دلوقتي احنا اول نادي يلعب كاس العالم للانديه في ثلاث العاب السنه دي صح صحيح ولا لا صحيح صحيح ولا ايه رايك انت انا معاك يعني انت بتقول كلام حلو والله ده انا مبسوطه يعني النادي الاهلي هيلعب السنه دي كاس عالم للانديه في كره القدم وايه تاني ولا والسله واليد واليد صح ولا لا السله واليد والقدم ثلاث العاب هنلعب فيها كاس عالم للانديه قول لي في نادي في العالم هيلعب كاس عالم للانديه في ثلاث العاب في سنه واحده انا احب بس اضيف حاجه نقطه خلي بالك احنا الموسم ده بدايه دوري السوبر الافريقي وطبعا انت كل العيون عليك انت طبعا الدوره دي او البطوله دي جوائزها الماليه عظيمه جدا توصل 12 مليون دولار وانا اتخيل ان انت مش هتيجي تاخد كل حاجه بقى يعني لسان حال البعض انت مش هتيجي تاخد كل حاجه انت عايز تاخد دي ودي ودي وهتاخد كمان دي لا يعني انا اعتقد برضو يعني الموضوع مش هيبقى سهل قوي واعتقد كمان على المستوى الافريقي الناس مركزه معانا قوي طبعا يعني انت طبيعي ان انت راجل بتاخد كل البطولات يعني الفير بلاي لا بتحقق في ملعب ولا بتحقق في اتحاد ولا بتحقق بره ملعب وهنقضي اللي جاي من عمرنا ونتكلم برضو عن الاصابع الخفيه وبالرغم من ده بتاخد البطولات كلها الحمد لله واخرتها ايه الاصابع الخفيه لا ان شاء الله اخرتها ناخد كل البطولات زي ما خدناها المره دي ووضع يعني احنا على وضعنا زي ما احنا على وضعنا هل المشهد كابتن ياسر كان بالشكل الفج ده حتى ايام حضرتك ايام ما كنت بتلعبه يعني هل كان في الكم ده من والله لا منطقيه والله هو الموضوع ماشي بقالنا سنين على كده فبس دايما النادي الاهلي دايما بيجي في التايم المظبوط دايما بيجي في الميعاد المظبوط لما تيجي حضرتك تشوف النادي الاهلي زي ما بنتكلم ثلاث العاب جماعيه هتلعب كاس العالم للانديه في سنه واحده هل ده يجي صدفه
لا طبعا نتاج منظومه سليمه. لما تشوفي بالكامل رايح كتيم يشجع الجمهور يشكرهم على الحضور، لما تشوفي الجول نمبر 1 في مصر رايح يدي الميداليه بتاعته لاوفا الجون اللي لعب، لما كل الحاجات دي عوامل تودي للنجاح. النجاح ما بيجيش صدفه، النجاح بيجي بالعمل والاجتهاد. لا انا اقصد العادة. الشق اللي هو فيه مشاكل بشكل كبير، هل ده كان برضو وقت حضرتك ايام؟ ايوه احنا بنتغلب عليه بكل وقت الحمد نفس لله. نفس النوعيه نفس الكواليتي مش هيتغير. برضو كان في اصابع كافيه وقت. لا ده اكتر ده في مشاكل كبير حصلت. انت لو متذكر الازمه اللي حصلت في ماتش مصر وتونس لما اللعيبه ضربوا بعض وضربوا لعيبه المنتخب عندنا، وفي نادي الاتحاد اتضرب تقريبا، انا يعني مش متذكر قوي، في الكاميرون تقريبا ضرب علقه موت يعني. كان في وقعه سابقه برضو مع الجزائر، وفي الجزائر ما شاء الله يعني الموضوع ده كاراتيه صحيح. لا في السودان، لا ده غير السودان، ده ام درمان، ده حاجه ثانيه بقى. لا كان انا عايز افتكر لك، هفتكر لك كان انهي جيل كمان، انا مش فاكر السنه بس فاكر الجيل تقريبا. مجدي عبد الغني لا انا بتكلم على جيل الجزائر، كان وقتها مين كان فيه؟ رباح مجاير تقريبا. رباح مجاير. الفتره اللي كان فيه ماتش ده الشوط ده انا هوند اقسم لك بالله غير مسبوق. يعني بتشوفي رياضات قتاليه بتتلعب، نزلوا ورا اللعيبه بعصيان يضربوه عصيان. مش بالعنف اللي بيحصل دلوقتي. لا الموضوع وقتها انا فاكره بس كنت صغيره، بس هل وقتها كان في محاسبه فعلا ليهم؟ لا انا مش متذكر، بس اللي عايز اقوله لك ان طبعا الوضع كان مختلف عن دلوقتي. دلوقتي في نقل تلفزيون، في سوشيال ميديا، في حاجات كتير جدا، لكن وقتها ما كانش فيه الكلام ده خالص. فكان الموضوع انت فكرني قال لي ده كان جيل 90، كان ماتش مصر والجزائر هناك في الجزائر. ماتش جون حسام حسن تقريبا تمام. فلا فيعني كانت الكاميرا تروح الناحيه الثانيه ولعبت الضرب تاكل ضرب. لا جون حسام حسن هنا كان في القاهره. اوكي. لا احنا تعادلنا هناك. ايوه لما احنا كاس العالم 90 كان هنا في القاهره. حتى كابتن لطيف كان ليه مقوله مشهوره قوي لما كان بيقول لهم الله يرحمه، كان لهم بيستفزوكوا يا عبطه. لما كانوا وإذا عدى مرحله الاستفزاز بصراحه ده كان ليفل كده. هو هي موروثات وسيستم في دول شمال افريقيا مع منتخب مصر والنادي الاهلي. صحيح. يعني برضه تبقى هذه الظاهره لافته للانظار، وانا هنا مش بتكلم على دوله بعينها ولا على فريق بعينه ولا على منتخب بعينه، بس فعلا في منطقه معينه من عالمنا العربي او من قارتنا الافريقيه في بعض الاحيان بيبقى في غل شخصي بعيدا خالص عن كره القدم وعن الرياضه وعن الفرق. اي حاجه كابتن كريم فيها نجاحات هتلاقي فيه اعداء للنجاح في صح. كل حتى على الكائنات الاشخاص في كل المجالات في الحياه الطبيعيه صح. هتلاقي دايما اللي يهاجمك جامد جدا تعرف ان انت الحمد لله ماشي في الطريق المظبوط وامورك ماشيه كويسه، لان انت طالما انت ماشي كويس هتلاقي فيه هجوم عليك دايما كده صح. حتى طول الوقت يعني بعيد عن الكوره والرياضه او كده في الحياه العاديه. يعني انت حضرتك هنا عاملين برنامج، البرنامج بتاعكم سمع بشكل كويس جدا ما شاء الله، تيم ورك كبير جدا، فهتلاقي في ناس بتتكلم. تعرف يعني تاكيدا لكلامك، لو طالما حد مثال علي انا وكريم اول ما جينا بعد سنه تقريبا من انضمامنا يعني قناه الاهلي و10 الصبح في الاهلي، كان في البعض يعمل ايه بقى؟ ياخد صورتنا ويحط كلام فوق وكان احنا اللي قلنا. فكان في ناس اصدقاء ليا يبعتوا لنا صورتي، يبعتوا صوره كريم يقولوا لي هو انتوا قلتوا كده فعلا؟ نقول لهم سؤال الواحد، لو احنا قلنا كده ما نزلوش الفيديو ليه؟ صحيح. ولا هي انا ممكن احط صوره اي حد واحط الكلام اللي انا عايزاه فوق واقول ده قال ده؟ يعني هما مش لاقيين حاجه يعملوها فبيحاول اي حاجه يقولها. اكتر واكتر بعد دخول الذكاء الاصطناعي يا ست لسه كنت ممكن تتكلم لسه كنت دلوقتي الموضوع انت تحط صوره تتكلم صوت وصوره. الكلام اللي حضرتك قلتيه ده هو ده اللي انا قصدي عليه، ان دايما لما يبقى في منظومه فيها نجاح دايما ممكن تلاقي اعداء للنجاح طبعا بشكل عام. يعني فرشور يعني هو ما شاء الله، لو طالما بنتكلم على البرنامج عندكم ما شاء الله مسمع بشكل كبير جدا الحمد لله، بقى من ضمن البرامج نمبر 1 بالنسبه للصبح دايما على مستوى كل القنوات، فبالتالي ده مش مجاش من الصدفه، جه من شغلكم والزمايلنا كلهم. هو اقول لك على حاجه كابتن ياسر، دايما انا بشوف اعداء النجاح في العموم مش بس للكائنات للاشخاص او غيره، دول بيبقوا الطاقه اللي انت اصلا بيدوك دفعه. يعني الواحد اوقات كده ممكن يتعب ويقعد خلاص مش قادر اكمل، لا خلاص الموضوع ده انا نفسي فيه مش هوصل له. كل ما تفتكر الناس اللي هتبقى فرحانه لو انت ما نجحتش ده خلي نفسك تبقى انا نفسي
بعمل ده. لا طب والله لا اوصل للي انا عايزاه عشان عندل في الناس دي اللي نفسها ما وصلش. فيعني هم زي ما بيقول البنزين بتاعنا صح. يعني حضرتك يعني بنشكرك طبعا على كلامك الجميل، اسعدنا جدا يعني جدا زي ما ساعدنا بوجودكم معانا في حلقه النهارده اللي نورتونا وشرفتونا فيها. لا فكره جميله والله، انا ببقى سعيد دايما موجود معاكم طبعا. حضراتكم حاجه كبيره بالنسبه لنا جدا، وطبعا في قناه النادي الاهلي، وسعيد بالكابتن شادي، وبشكر كل زمايلنا المخرج وكل زمايلنا طبعا. شكرا لحضرتك، سعيد جدا جدا، انا اول مره معاكم بصراحه، وسعيد جدا جدا تواجدي معاكم. اهلا بيك دايما، شوفكم دايما معانا باذن الله في الايام كمان والشهور اللي جايه. بنشكر حضراتكم اكيد على متابعتي انا وكريم النهارده.